رئيس اتحاد محامين العرب، والسيد الاستاذ عبد المجيد هارون امين الصندوق وعضو مجلس النقابه العامه، بالترحيب والتشريف للدكتور جميل عبد الباقي عميد كليه حقوق جامعه عين شمس، والمحامي بالنار استاذ القانون الجنائي، وانه من دعاوى السعاده والسرور ان يكون بيننا القيمه والقامه الدكتور جميل عبد الباقي. انا مش عايز اطول، الدكتور جميل محتاجين نقول في قصايد والله، بس احنا عشان الوقت فهندي الكلمه للدكتور جميل. زميلاتي وزملائي الافاضل، اسعد الله مساءكم بكل خير. وثانيا بشكر الدكتور احمد اللويزي انه مكنني من شرف الحضور لاكون في معيتكم وبصحبتكم في هذا اللقاء العلمي. طيب الكلام بتاعنا في المحاضره دي طبعا هيبقى في الاجراءات الجنائيه. والمعلومات الهادمه لحضراتكم من احدث التعديلات التشريعيه واخر اتجاهات احكام محكمه النقض الجنائي حتى 31/12/2022. انا عارف المشكله اللي احنا بنتكلم فيها دايما، القانون الاجراءات الجنائيه بينقسم لقسمين. القسم الاول اللي هو الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، يعني الاجراءات في الشرطه والاجراءات في النيابه العامه، الهدف منها هو التأكد من صحة أو عدم صحة القبض والتفتيش. كل النص الأولاني للمهمة دي، للهدف المستهدف. القسم الثاني اللي هي المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام الجنائية، الهدف منها إذا ما أحيل المتهم للمحاكمة يحظى أو لا يحظى بمحاكمة عادلة تكفل له فيها كافة ضمانات الدفاع عن النفس. كل قواعد الإجراءات الجنائية مترتبة على بعضها، شغل الشرطة بعدين شغل النيابة بعدين شغل المحكمة وبعدين الطعن في الأحكام. لو اتكلمت في التحقيق الابتدائي هيبقى عندي تساؤلات كتير، أدخل في مرحلة جمع الاستدلالات مش هستوعب الموضوع صح. فعشان كده أنا هبدأ من أول إجراء من إجراءات الاستدلال. أول إجراء بيتخذ في الشرطة. قبل ما أتكلم هقول جملة، وهي لما أتكلم في التفتيش أقصد التفتيش التحقيقي، التفتيش القضائي الذي يتعمد فيه مأمور الضبط القضائي البحث والتنقيب عن الجريمة. لما أقول كلمة تفتيش واسكت يبقى إن مأمور الضبط القضائي يتعمد إنه يقلب ملابس المتهم وحقائبه وسياراته الخاصة بحثاً عن جسم الجريمة. لأن في نوع تاني من التفتيش كإجراء استدلالي اللي هو التفتيش الوقائي، التفتيش الجمركي، التفتيش الإداري، التفتيش لحالة الضرورة، التفتيش التعاقدي. إنما أنا كلامي هينصب في الأول على التفتيش كإجراء تحقيقي أو كإجراء قضائي اللي هو الهدف منه البحث عن الجريمة والدليل والإسناد. هنا بقول كلمة في الأول عشان تبقى ذهننا كله واضح، إن أنا بتبع أسلوب الدراسة الأفقية، يعني امسك النقطة احللها واصلها عشان نوصل لنتيجة معينة، يعني مش هناخد الافكار من على وش القفص زي ما بيقول. عاوزكم الاول تركزوا في حاجة معينة، ان القبض والتفتيش كاجراء تحقيقي او قضائي يهدف يتعمد البحث عن الجريمة له حالات محددة على سبيل الحصر انا انفردت بتحديدها: التلبس، الإذن بالخط والتفتيش، رضاء المتهم، الأمر بالضبط والإحضار، صدور حكم جنائي واجب النفاذ. هذه الحالات حصرا. في أي حالة من الحالات الخمسة دول نقبض ونفتش. من اللي هيقبض ويفتش؟ مأمور الضبط القضائي.
اما رجال السلطه العامه القوه المرافقه بيعملوا ايه؟ عشان كده حضراتكم انا هبدا من الاول خالص، ان كل اجراء مترتب على الاجراء السابق عليه. فبالنسبه لاجراءات الاستدلالات اللي بنسميه محضر جمع الاستدلالات، اللي هي الاجراءات اللي بتبشرها رجال الشرطه، اقول اما اتكلم عن لفظ رجال الشرطه يبقى انا بتكلم من الجندي الى اللواء. رجال الشرطه من الجندي الى اللواء. رجال الشرطه بالمعنى ده على طائفتين، رجال السلطه العامه من ناحيه اللي هم لا يملكوا القبض ولا التفتيش، وهناك مأمور الضبط القضائي من ناحية تانية. من هم مأمور الضبط القضائي؟ بكل بساطة كل واحد عنده شارة على الكتف فهو مأمور ضبط قضائي. أي حد عنده شارة هنا، أسبرايت اللي بيقولوا عليه، يبقى الصول اللي هو المساعد والكونستابل وامين الشرطه والملازم والملازم الاول وانت طالع، دول كلهم مالهم مأموري ضبط قضائي، ما عداهم رجال سلطه عامه. من رجال السلطه العامه اللي هم معلقين هنا سبعات وثمانيات او ما فيش خالص، يبقى الباب جاويش والجاويش والعريف والجندي والمخبر السري وشيخ الحاره، كل دول رجال سلطه عامه. وفي البلد عندنا العمدة وشيخ البلد وشيخ الخفراء مأموري ضبط قضائي، يعني يقدر يقبض ويفتش. نعم، يعني لو انت حاضر في حفل عرس وبتشرب بانجو او حشيش يقبض عليك ويفتشك، صحيح. وان كان الكلام ده يمكن مش موجود في الواقع العملي، انما الخفير في البلد رجل سلطة عامة. عندي دول مأمور الضبط القضائي اللي حددهم القانون الإجراءات الجنائية في المادة 23 منه، هي اللي قالت الكلام ده. لكن طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أيضا والدستور، لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو المحافظ المختص أن يضفي صفة الضبط القضائي على بعض الموظفين العموميين. مهندس التنظيم في الحي، مفتش الصحة، مفتش التموين، مهندس الكهرباء، دول لهم صفة الضبط القضائي بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو المحافظ المختص. هؤلاء مأمور الضبط القضائي اللي هم الموظفين العاديين، اختصاصهم في القبض والتفتيش يكون دائما وابدا بصحبة مأمور الضبط القضائي. والقبض والتفتيش يقتصر فقط على ما يتعلق بأعمال وظيفته. مفتش التموين يبقى بيشوف الأسعار، بيشوف البضائع الفاسدة. مهندس الكهرباء يدخل عند الشقة عشان يتأكد إن الكابل بتاع الكهرباء داخل من العداد للاستهلاك، مش جاي من فوق العداد للاستهلاك. دي شغلته. لما ارجع لرجال السلطه العامه ومأمور الضبط القضائي من باب اولى، الاثنين دول بقول ان رجال الشرطه بالمعنى اللي حددته لهم وظيفتين، ضبط اداري ضبط قضائي. الضبط الاداري هي الإجراءات التي تمنع ارتكاب الجريمة مسبقا، إجراء يمنع ارتكاب الجريمة. لما عسكر الشرطة، لما أمين الشرطة، لما ضابط الشرطة يقف في المرور ويعمل بدراعه كده، هذا ضبط إداري، يعني اللي جاي من هنا أقف، لو كسر ودخل يصطدم، أتحول من رجل سلطة عامة لمأمور ضبط قضائي. واضح؟ اهو لما بيرفع ايده كده اهو ده اجراء استدلالي بيعمل على منع وقوع الجريمه، اللي جاي من الناحيه دي ما يصطدمش، ما يتلفش، ما يقتلش، ما يصيبش اللي جاي في الناحيه الثانيه. ما الضبط الاداري بهذا المعنى
ترتبط فيه مسألة في غاية الأهمية اللي بنسميها الاستيقاف. الاستيقاف اللي بيقولوا عليه بالبلدي كده التحري، تحر عنه أو المشتبه فيه، ده موضوع هنتكلم عنه على بعضه. الاستيقاف إجراء استدلالي، وما أقول إجراء استدلالي يبقى كل رجال الشرطة من المجند، من شيخ الحارة، من الغفير، حتى اللواء، كل دول يباشروا إجراءات الاستدلال. إيه هي إجراءات الاستدلال والفرق بينها وإجراءات التحقيق الابتدائي؟ إجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي لم ترد على سبيل الحصر. ما أقدرش أقول إن عندي 6 إجراءات استدلال و8 إجراءات تحقيق ابتدائي، لا. من أمثلة إجراءات الاستدلال التحريات، ودي مهمة جدا 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 في شغلنا وبنشوفها كل يوم. دخول المحل العامة إجراء استدلال، استدعاء متهم لسماع أقواله على سبيل الاستدلال إجراء استدلال، عشان حضراتكم ما تقولوش ده مأمور الضبط القضائي قبض على المتهم وما ترتب على ذلك يبقى باطل. لا، كونه يستدعيه لسماع أقواله هذا إجراء استدلال. مأمور الضبط القضائي لما بيتظاهر أمام تاجر المخدرات عشان يضبطه متلبسا هذا إجراء استدلال في إطار إجراءات الاستدلال. تلقي البلاغات، تلقي الشكاوى، إجراء الإيضاحات، الانتقال للمعاينات الخارجية، كل دي حضراتكم إجراءات استدلال. إجراءات الاستدلال هذه تتميز بأنها لا تتضمن اعتداء على الحرية الشخصية. قانون العقوبات لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون بيحميني من تعسف المشرع والسلطة التنفيذية. إذا ما فيش جريمة موجودة في قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة يبقى مباح. قانون الإجراءات الجنائية هو الوجه الثاني للقانون الجنائي. أما أقول قانون جنائي يبقى قانون عقوبات زائد إجراءات جنائية. قانون الإجراءات الجنائية كل إجراءاته ماسة بالحرية الشخصية. القبض والتفتيش، التلبس، الاستجواب، حبس المتهم احتياطيا، إرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الكيماوي، كل دي بسميها إجراءات تحقيق اللي هي بتمس بالحرية الشخصية. إنما إجراءات الاستدلال أنا بجمع عنك معلومات في التحريات عن بعد، أنا ما مسكتكش، ما قبضتش عليك، إجراء يتخذ عن بعد. في الاستيقاف إجراء استدلالي، حضرتك ماشي لكن وضعت نفسك بنفسك اختياريا موضع الريب والشبهات، ده اسمه استيقاف. يعني الشخص يضع نفسه بنفسه في وضع لا يتوافق مع مجريات الأمور، بيحط نفسه في موضع غلط من تلقاء نفسه، فبيستدعي من رجل الشرطة أهو من الجندي للواء إنه يستوقفه، ما يمسوش عن بعد، أقف، أنت مين؟ بطاقتك فين؟ إيه اللي جايبك هنا؟ انت رايح فين؟ اذا جاوبته خلاص اصرفك مع الف سلامة. اذا حالة الاستيقاف اسفرت عن تلبس يبقى قبض وتفتيش. لكن المشكلة عندي ان ما يجيش رجل الشرطة او مأمور الضبط القضائي ويقول ان المتهم او المستوقف اللي هو المشتبه فيه، والمستوقف بالكسرة هنا هو مأمور الضبط أو رجل الشرطة. ما يكفيش إن يقول إن المتهم كان في حالة ربا وشك، لا، ده أنت لازم تقول لي إيه هي السلوكيات، إيه هي الأفعال،
اللي صدرت منه وجعلك تعتبره في حالة استيقاف. أما يقول لي إن السائق ده اتنين سواقين ماشيين في عرض الشارع وببطء عشان يعملوا زحام، ده إجراء يتنافى مع مجريات الأمور، إجراء استدلال. لما ولد يطلع بالموتوسيكل بتاعه يجري على الرصيف، أمر خارج عن المألوف. أو محكمة النقض طبعا هي توسعت زي ما هنشوف، قالت إن مأمور الضبط القضائي وجد الشخص في مكان مظلم في وقت متأخر من الليل تحت كوبري ويضع على رأسه مقطف. ما اعرفش انتوا مش فلاحين ما تعرفوش حكاية المقطف. شفتم الساعة وقت متأخر وتحت الكوبري وفي مكان ضلمة وشايل مقطف، موضوع غير طبيعي يقتضي من مأمور الضبط القضائي انه يتدخل لاستكناه امره. انت مين؟ فالاستيقاف بالمعنى ده اجراء استدلالي ولكنه اجراء في منتهى الخطوره. ليه؟ لانه قد يؤدي الى التلبس. يعني انت وقفته وبتقول له طلع لي البطاقه، بيطلع البطاقه كده طلعت منها معاها لفافه وسقطت على الارض. بيطلع البطاقه طلعت لفافه سقطت على الارض. ايه اللي يقدر مأمور الضبط القضائي يعمله انه يبقى صح؟ السؤال، ايه هي طبيعه اللفافه دي؟ دي ورقه بيضاء ما اقدرش اشوف اللي في داخلها؟ ده كلام. ورقه سلوفانيه استطيع الوقوف على كنه، على طبيعه، على نوع ما تحتويه، دي حاجه تانية. اذا وقعت منه لفافه ورقيه ما اشوفش اللي فيها خلاص ما اقدرش اخدها، ودي ما زالت في حوزته. اما اذا كانت اللفافه سلوفانيه وشفت من بره ماده صفراء اللون تشبه الهيروين، ماده بنيه اللون تشبه الحشيش المخدر، يفتح يلتقط ويفض ويفتح ويقبض ويفتش. ده اللي قالته محكمه النقض سنه 84. اتكلمت عن حاجة اسمها السقوط والإسقاط. السقوط والإسقاط. السقوط، حاضر، نعم. علي صوتك عشان أسمع. ده بسرعة عشان الوقت. يجوز لمأمور الضبط القضائي التفتيش في حالة الاستيقاف، التلبس، تفتيش ايه؟ التفتيش، تفتيش ذاتي في حالة الاستيقاف، في حالة الاغتصاب؟ عدم وجود علة التلبس، في حالة الاغتصاب؟ الاستيقاف، الاستيقاف، الاستيقاف. يجوز التفتيش في حالة الاستيقاف؟ اتفضل. هو تفتيش وقائي، هل يجوز لمأمور الضبط القضائي؟ انا فهمت حضرتك. يعني بين قوسين، هل يجوز لمأمور الضبط القضائي انه يفتش المستوقف المشتبه فيه، يفتشه وقائيا؟ التفتيش الوقائي اللي هو التفتيش اللي انا بسميه في الفقه التحسسي، اعمل كده الاقي مثلا حاجه زي مطواع، قبضه حديديه، سكينه، حاجة مكلكعة كده، انتزعها. ده هو التفتيش الوقائي. لكن أنا هقول لك بقى بحسب البحث المتعمق اللي أنا عملته. التفتيش الوقائي يكون في إحدى حالتين فقط وفقط وفقط. المادة 37 إجراءات جنائية بتقول للشخص العادي زيه وزيكم كده انه يضبط الجريمه، يضبط المتهم في حاله تلبس، لكن يعمل ايه؟ يحضنه، يعبطه، يعني يتحفظ عليه ويفتشه وقائيا. ماشي معايا؟ يفتشه وقائيا عشان يجرده مما عسى ان يكون معه ويستخدمه اما ضد نفسه او ضد رجل الشرطه.
ماشي معايا؟ الاشخاص العاديين احد الناس ما يضبطوش الجريمه الا اذا كانت في حاله تلبس طبقا للحاله الاولى فقط، اللي هي ضبط المتهم حال ارتكابه للجريمه. وانا ماسك السيجاره بدخن فيها البانجو او الحشيش وشم الريحه، اهو شاف المتهم وشاف الجريمه، شم وشاف. هنا الشخص العادي زي وزيكم يتحفظ على المتهم ويعمل ايه بعد كده؟ يسلمه لاقرب رجل سلطه عامه، ومن باب اولى لو كان مامور ضبط قضائي. واضح؟ رجل السلطه العامه بالمعنى اللي حددته كده ومفيش، اذا طابت الجريمه في حاله تلبس في احدى الحالات الاربعه، الفرد العادي الحاله الاولى بس، رجل الشرطه الاربع حالات اللي هي ضبط الجريمه حال ارتكابها وبعد ارتكابها ببورها متابعه العامه حاملا اداء او في اثار، المدى 30 اجراءات، يتحفظ عليه ويفتشه تفتيشا ها تحسسيا اللي هو بنقول عليه وقائيا بس، ويقتاد المتهم ما اقدرش اقول طبعا متهم، انا بقولها تجاوزا في الحاله دي، ويقتاد الى اقرب مامور ضبط قضائي، مش لاقرب رجل سلطه عامه، لاقرب مامور ضبط قضائي. يعني حضرتك هنا انت رجل سلطه عامه ولقيت واحد بيدخن مخدرات، تحضنه تتحفظ عليه، تمسك السيجاره تطفيها عشان بقيه المخدر، وهتخرج هنا بره هتلاقي على الرصيف امين شرطه، تسلمه له. انت قلت لا، ده انا عاوز اروح لمامور اسمه مصر القديمه اسلمه بنفسي واصبح عليه. من عند امين الشرطه لغايه اسم مصر القديمه قبض اعتباري باطل. واضح؟ من عند امين الشرطه من هنا لغايه الاسم ماله؟ قبض اعتباري باطل. انت كرجل سلطه عامه، انت كرجل شخص عادي، ضبطت المتهم بيدخن الحشيش، مسكت السيجاره تحفظت عليه وسبت امين الشرطه ده وقال لك ده واخد الموضوع بجد، ده يسلمني المأمور بنفسه، فراح مطلع لفافه حشيش، تربه حشيش ورماها. اوعى تقول لي ان ده تخلي ارادي، ده تخلي تحت وطأة القبض الاعتباري الباطل، لا يؤبه به. يبقى الولد في الحاله بتاعتنا دي حاز واحرز الماده المخدره بقصد التعاطي اللي هي السيجاره فقط. يبقى لما يقول يسلمك لاقرب رجل سلطه عامه، خلاص بالنسبه للفرد العادي، بعد رجل سلطه عامه المساحه الثانيه دي تبقى قبض اعتباري باطل. برضه لو كان رجل سلطه عامه من اول مامور الضبط القضائي لغايه الاسم قبض باطل. فالتفتيش الوقائي حضرتك والكل يعلم دي وعلى مسؤوليتي في حاله من الاثنين دول فقط. انما انت لو قبضت على المتهم في حاله تلبس، انت بتقلبه وحقائبه وسيارته، ما انتش في حاجه للتفتيش الوقائي. من يملك الكل يملك الاقل، مش كده ولا ايه؟ لو انت خدت اذن بالقبض على المتهم وتفتيشه، انت محتاج ليه التفتيش الوقائي؟ ما انتش محتاجه. طب لو فيه اذن واجب النفاذ، حكم واجب النفاذ، ممكن يكون الحكم غيابي من اول درجه، مثلا في سرقه، في مخدرات، البنادول، او في تعاره، هذا الحكم واجب النفاذ ولو انه غيابي من اول درجه، يقبض ويفتش. اذا معاك امر بالضبط والاحضار، كل سلطتك مفتوحه، تقبض وتفتش، لست في حاجه الى التفتيش الوقائي. يبقى الكلام بتاعي واضح جدا، تفتيش الوقائي في احدى الحالتين دول بس، بقيت الخمس حالات اقبض وافتش، مانيش في حاجه للتفتيش الوقائي.
والتفتيش او القبض والتفتيش مطلق فيما عدا التفتيش بناء على الاذن. التفتيش بناء على الاذن مقيد بالغرض اللي انا بهدف اليه. انا ببحث عن سلاح، عثرت على السلاح، رفعت الاقلام وجفت الصحف، ده في ذخيره، ابحث عن الذخيره وابحث عن السلاح وابحث عن الذخيره في المكان اللي من المتصور ان يكون موجود فيه. واضح؟ اما اذا انت خدت اذن مثلا بضبط الماده المخدره، اقدر احط ايدي كمامور ضبط قضائي في قاع الجيب، اقدر ابحث بين طيات ملابسك، اقدر اقلعك الهدوم ما عدا مكان العفه للرجل او المراه. فالتفتيش بناء على اذن الوحيد له حدود معينه. انت عاوز مخدرات، انت بتبحث عن ايه؟ عن ماشيه مسروقه. الاقيها في حصيله المواشي، مذبوحه محطوطه في اواني تحت السرير، متقطعه ومحطوطه في الديب فريزر. هذا صحيح، لكن مين اللي قال لك تفتح الدولاب بتاع الملابس؟ هل من المتصور يكون اللحمه اللي احنا ذبحناها حطيناها في المكان ده؟ ابدا. انت بتبحث عنها، احط ايدي كده تحت وساده السرير المخده، احط ايدي تحت الملايه، لكن ابص تحت السرير ممكن يكون في اواني وموجوده هنا. يبقى التفتيش بناء على اذن مقيد بالغرض منه. يبقى مامور الضبط القضائي اذا تعسف ما تدفعش ببطلان القبض والتفتيش او ببطلان الاذن، لا، ادفع ببطلان اجراءات التفتيش للتعسف في التنفيذ. الاذن مظبوط، لكن المشكله عندي هنا في بقى ان انا تجاوزت التفتيش. الاذن فقط اقف عند حدوده، لكن التلبس، الرضاء، تنفيذ حكم واجب النفاذ، امر بالضبط والاحضار مطلق. ابحث في كل مكان بلا قيود. واضحه النقطه دي؟ لكن لو انت خدت بقى بالصوره العكسيه، قلت لا، ده يجوز التفتيش الوقائي في غير الحالتين دول وفي غير الحالات المقرره لمامور الضبط القضائي، يبقى كل الحالات اللي انا قلتها دي ملهاش قيمه. يبقى الخمس حالات دول ملهمش لازمه، لانك لو قابلت اي شخص من غير الحالات الخمسة دول ومن غير الحالتين التانيين دول وعملت كده ولقيت مطواه، هتطلعها. طب المطواه جنحة معقب عليها بالحبس أكتر من 3 أشهر، يبقى هقبض وأفتش. شفت بقى المصيبة جاية منين؟ يبقى ما تقولش أبدا تفتيش وقائي إلا في حالة من الاتنين اللي أنا قلتهم فقط. اللي جاب وصلتك؟ هرجع للحتة اللي كنت فاتح. إجراءات الاستدلال، قلت هذه الاجراءات لا تمس الحريات الشخصيه. انا بتلقى بلاغ، ما مسيتش بك، بتلقى شكوى، ما فيش حاجه بالنسبه لي، بجري تحريات بعيد عنك، براقبك، بتظاهر ان انا في حاجه ماده مخدره دخلت خدت، اللي هي المحاوله اللي بنقول عليها. طبعا مش لازم ابدا يكون فيه مبلغ مالي مرفق او متدبس مع الماده المخدره، لا. هذه الاجراءات الاستدلاليه. دخول المحل العامه، اجراءات استدلاليه. انا داخل اتحقق من تطبيق القوانين واللوائح. ده محل فول وطعميه، عاوز اشوف فين شهاده الصحه ان العاملين دول مش جربانين. في المطعم ده اللي بيشتغلوا فيه ما يكونش واحد عنده فيروس سي ولا فيروس بي بينقل العدوى. اهو تطبيق القوانين واللوائح، ما يعملش حاجه ابدا غير دي. درج مقفول يفتحه؟ لا. لكن لو شم ريحة المخدر، لأن التلبس بيبقى بحاجة من ثلاثة، يا أشم يا أشاهد يا أسمع. أشم رائحة المخدر، أشوف المتهم هو يطعنه بالسكين، أسمع طلق الناري أو أسمع صراخ المجن عليها في الاغتصاب. لازم أدرك الجريمة بحالة من الثلاثة. مش هتوسع في الحتة دي، إحنا هنجيلها في وقتها، لكن خلونا في رجال السلطة العامة. المعاينة الخارجية إجراء استدلالي، لكن داخل المنازل
اجراء تحقيقي. مأمور الضبط القضائي ما يقدرش يباشر اي اجراء تحقيقي الا بندب مكتوب من وكيل النيابه بنقض التحقيق. عشان تشاهد تحلف الشاهد اليمين كمأمور ضبط قضائي ممنوع عليك، لكن في حاله الضروره زي ما هنشوف او لو فيه ندب صحيح بما يترتب عليه من نتائج. مش عاوز اسبق الاحداث، خلونا دايما في اجراءات الاستدلال. اجراءات الاستدلال محكمه النقض قالت، وده كلام مش منطقي، لا يشترط فيها الكتابه. اجراءات الاستدلال لا يشترط فيها الكتابه، يعني التحريات ممكن تكون غير مكتوبه، ممكن. محضر الضبط وهو اجراء استدلالي، مش ضبط، مش مفتاحي ابتدائي، مش ده اجراء تحقيقي، ها اجراء استدلال ممكن ما يكونش مكتوب، ممكن. محكمه النقض قالت كل اجراءات الاستدلال اللي عرضتها لحضراتكم ولسه هرجع لها في التفصيل بعدين لا يشترط فيها الكتابه، لكن في الواقع العملي كله مكتوب. لكن انا كفقه برتب نتيجه هنا، التحريات اجراء استدلال، بحسب محكمه النقض لا يشترط ان تكون التحريات مكتوبه، ماشي كده؟ هرتب على كده ايه بقى؟ انه بمحضور مامور الضبط القضائي انه يتصل بالسيد وكيل النيابه ويبلغوا التحريات شفاهه، نتيجه منطقيه. انا جبتهاش من فوق، انا جبت لك هي جايه منين. هي بتقول ان الاجراء الاستدلالي مش لازم فيه الكتابه، التحريات اجراء استدلال، اذا مامور الضبط القضائي يقدر يعمل ايه؟ يتصل ويبلغ التحريات شفاهتها. السيد وكيل النيابه طبعا هيطلع ورقه وقلم يكتب التحريات، وبعد كده ومن حيث ومن حيث ومن حيث ويصدر الاذن ويحط عنده، وفي التليفون يقول له اتفضل نفذ. الاذن يكون في ايد مامور الضبط القضائي لحظه القبض والتفتيش؟ ابدا ابدا ابدا. هذا الاجراء صحيح؟ مظبوط، لانه له صدق في الاوراق، وهو ايه؟ ان السيد وكيل النيابه اصدر الاذن بالفعل. متفقين؟ دي اجراءات الاستدلال. اما اجراءات التحقيق بتمس بالحريه الشخصيه، تلبس، قبض وتفتيش، امر ضبط الاحضار، استجواب الى اخره من الاجراءات اللي احنا عليها. هنا بقى السؤال، مين اللي يملك الضبط والقبض والتفتيش كاجراء تحقيقي بالمعنى اللي حددته؟ مأمور الضبط القضائي ومأمور الضبط القضائي فقط. طب رجال السلطة العامة بتعليمات منه تحت إشرافه تحت رقابته يفتشوا. أنا خدت إذن أفتش البيت ده، كل غرفة أدخلها كمأمور ضبط القضائي يدخل القوى المرافقة اللي معايا ويفتشوا. ماشي معايا؟ لكن إن رجل السلطة العامة ينفرد بالقبض والتفتيش باطل في باطل في باطل. إنما مأمور الضبط القضائي بدلا من مساعد الشرطة يقبض ويفتش. وإن كان الواقع العملي بيقول ده بيبقى ضابط شرطة ما بيبقاش أمين شرطة ولا غيره. ماشي معايا الكلام؟ يبقى عشان كده بنتكلم عن هما مين طوائف مأمور الضبط القضائي. مأمور الضبط القضائي على طائفتين. مأمور ضبط قضائي صاحب اختصاص شامل بجميع الجرائم. جرائم أموال خاصة، أموال عامة، جرائم آداب عامة، جرائم تزوير، رشوة، كله. لكن اللي لهم اختصاص بكافة الجرائم على طائفتين برضه. طائفة منهم أصحاب اختصاص شامل بكافة الجرائم في دائرة اختصاصه المحلي. احنا هنا تبع اسم شرطه ايه؟ مصر القديمه. معلش مصر القديمه. يبقى بتاع مصر ضابط مامور الضبط القضائي بالمعنى اللي حددته في اسم مصر القديمه يقبض ويفتش في كل جريمه في ضابط من الضوابط الخمسه في اطار الاختصاص المحلي الاقليمي لمصر القديمه. الطائفه الثانيه من اصحاب الاختصاص الشامل يختص بكافه الجرائم على مستوى الجمهورية بالكامل.
ضباط مباحث وزاره الداخليه، ضباط مباحث مصلحه الامن العام ومكاتبهم في كافه مديريات الامن. اي واحد من دول في ضابط من الضوابط الخمسه يقبض ويفتش في الاسكندريه، في الاسماعيليه، في اسوان، في مرسى مطروح، في اي مكان، يبقى ده اسمهم اختصاص شامل، اختصاص شامل محلي، اختصاص شامل كلي. الطائفه الثانيه اصحاب اختصاص نوعي محدد بنوع واحد من الجريمه، وده موجود في قانون مكافحه المخدرات. مأمور الضبط القضائي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات يقبضوا ويفتشوا بشأن المخدرات على مستوى القطر بالكامل، براً على اليابس، بحراً لغاية نهاية المياه الإقليمية، جواً الفضاء الجوي بارتفاع معين فوق اليابس والمياه الإقليمية. هتقول له هو يطلع يقبض ويفتش فوق؟ أقول لك لما أنت تجري تحريات زي ما هنشوف بعدين لابد أن تكون الجريمة وقعت بالفعل، جناية أو جنحة، مطلق جناية مطلق جنحة. لما تجري التحريات لازم تكون الجريمة وقعت فين؟ في القطر المصري، تبقى المخدرات دخلت المياه الإقليمية. في البحر العام بره لا، لازم برج المراقبة يقول الطيارة دي دخلت الفضاء الجوي المصري الساعة 7:55 دقيقة و30 ثانية. إذا أنت أجريت التحريات بعد هذا التاريخ مظبوط، قبله يبقى باطل. يبقى هنا الفضاء الجوي بيقول لي متى تعتبر الجريمة ارتكبت في القطر المصري. أنا في مرة ركبت سفينة وأنا جاي مركب وأنا جاي من فرنسا الساعة 8 الصبح، هل تقدروا تشوفوا الشواطئ الاقليم المصري واحنا في البحر العام ما دخلناش المياه الاقليميه؟ هنا الجماعه بتوع المخدرات بيرموا المخدرات في شكاير مقفوله في البحر العام، والشد والجزر يجيبها على الشاطئ. هم فاهمين كده الجماعه دول. لو انت نميت الكلام ده الساعه 8 الصبح ممكن يبقى 5:30 5:30 تكون وصلت الشاطئ. وقت ما رماها الجريمه لم تقع في القطر المصري، لا تحريات ولا إذن. لما تركب الطائرة قبل ما يدخل الفضاء الجوي المصري يقول قدامنا دقيقة هندخل المجال الجوي المصري، وبعد ما تدخل يقول لك دخلنا المجال الجوي المصري، قدامنا دقيقتين أو ثلاثة عشان نهبط في مطار القاهرة الدولي. يبقى هنا التحريات زي ما هنشوف بعد بالتفصيل بعدين لابد أن تقع بشكل مسبق داخل القطر المصري بمفاهيمه الثلاثة. تحريات إجراء في غاية الخطورة، عشان كده هخصص له جزء لوحده، لأن محكمة النقض بصراحة فتحت الباب على مصراعيه. لو غلطت في الاسم، اسم المتحرى عنه مش مشكلة، غلطت في سنه ولا حاجة، غلطنا في المهنة بتاعته كبر دماغك. محكمة النقض وسعت جدا من مفهوم التحريات، وسعت جدا. طالما ان سلطة التحقيق ومن بعدها محكمة الموضوع اطمأنت الى ان الماثل هو المتحرى عنه المقصود، فتحت القصة يعني. محكمة النقض في احكامها قبل 72 يتعين على محكمة الموضوع اللي هي بتفصل بالإدانة والبراءة، اللي هي محكمة الجنح أو الجنح المستأنفة أو الجنايات، تقول كلمتها في عناصر التحريات، تقول كلمتها في عناصر التحريات ومدى توافر دلائل وأمارات على ارتكاب الجريمة من عدمه. اللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي ده مش موجود، مش موجود. يكفي ان المحكمة تقول ان انا اطمئن الى اقوال مأمور الضبط القضائي اللي انتهى فيها الى وقوع الجريمة، وان انا اطلعت على بيانات الحالة المدنية للمتحرى عنهم، اسمه، سنه، مهنته، محل اقامته. طب
يبقى مفيش تثبيت في الواقع العملي للتحريات مطلقا. ومن هنا بقول ان محاكم الموضوع، محاكم الجنايات وغيرها، اختزلوا تسبيب الاحكام اللي اتكلمت عنه 310 اجراءات جنائيه واضطردت واستقرت عليه احكام محكمه النقض، اختزلتها في كلمه واحده: تطمئن. تطمئن. وعن الدفع لعدم توافر اركان الجريمه، تطمئن المحكمه. وعن الدفع بعدم تحقيق طلبك، ودي حته كتيره جدا بتشوفها في الواقع العملي، ان حضرتك قدمت اوراق رسميه برقيات تلغرافيه عشان تدلل ان القبض والتفتيش، ان التحريات ومن بعدها الاذن تمت في وقت لاحق على التاريخ ده. يعني القبض والتفتيش تم قبل التحريات وقبل الاذن، او بعد التحريات وقبل الاذن. الحته اللي بركز عليها بالذات اني بشوفها دائما في الواقع العملي. هنا في الحته دي، وده كلام سابق لاوانه، حضرتك لما تطلب طلب يكون الطلب واضح صريح قاطع يقع سمع المحكمه منوطا بالهدف منه. ما تقوليش هات الطبيب الشرعي عشان انا اشوف تسكت. لا، ده عشان اقول الابيض في صفحه 10 والاسود في صفحه 13. هات لي شهود الاثبات اناقشهم. هيقول لك سمعناهم في النيابه. ايوه يا سيدي، بس فيها نقاط معينه انا كمحارب ما حضرتش، فالنيابه ما تواصلتش لها، فانا عاوز اناقشه في كده وكده وكده. عشان كده حضراتكم لما حد يحضر منكم التحقيق في النيابه، وده اجراء في غايه الاهميه، طول عمري بحضر التحقيق بنفسي، دي امانه الدفاع، ده حق الدفاع، ان انت تساند المتهم من اول لحظه، مش عشان تتدخل، لا، انت دورك سلبي. وكيل النيابه بيسال، المتهم بيجاوب، السكرتير بيكتب، لكن انت موجود عشان ما يغررش بالمتهم، ما يقولوش انت هتشيل الليله لوحدك، ما تعترف على اللي غيرك وخلاص، اعترف وهتمشي. دي حالات يعني مش موجوده في الواقع العملي قبل كده، لكن ممكن. انا بشوف في الواقع العملي الساده المحامين ما بيروحش بنفسه، بيبعت واحد من عنده ولسه خريج بيتدرب، له فاهم اجراءات جنائيه ولا فاهم قانون العقوبات، وجوده زي الترمس الني مالوش لازمه خالص. ده بالعكس، ده بيستثير حافظه وكيل النيابه. يقول لك انا جبت امتياز وما اشتغلتش وكيل نيابه، وهو جايب جيد واشتغل، ده انا المفروض ابقى مكانه. ما ينفعش. لما ينتهي التحقيق، السيد وكيل النيابه، وحضراتكم اساتذتكم تفهموا احسن مني في المسائل الاداريه دي، تثبت طلباتك بالتفصيل. اوعى تقول بطلان القبض والتفتيش وتمشي. بطلان القبض والتفتيش ليس دفعا محددا واضحا. بطلان القبض والتفتيش ليه؟ لعدم جديه التحريات، او انه صدر من وكيل نيابه غير مختص، او صدر لشخص ليس له صفه مامور الضبط القضائي، او انه تعسر في التنفيذ. يبقى هنا بتدفع ببطلان الاذن الصادر بالقبض، بالصادر بالضبط والتفتيش، لابتناء على تحريات غير جدية لها مظاهر 1 2 3 4. لازم أعمل كده. ولو لك طلب البرقيات التلغرافية، تقول له يا فندم في برقيات تلغرافية موجودة، يقول لك خلاص هنشوفها. قول له لو سمحت أنا مصمم على فضها والوقوف على محتواها. يقول لك مش هعمل كده. مش هتتخانق معاه، بس عندك رئيس النيابة، رئيس النيابة الكلية، أو رئيس النيابة الجزئية، أو المحامي العام، تتقدم له الطلب الحتة دي. وإذا رحت قدام محكمة الموضوع تقول لهم بتمسك بإجراء تحقيق موضوعي حول البرقيات التلغرافية. لازم تقول كده.
اجراء تحقيق موضوعي حول البركات التغرافيه لاثبات ان التحريات ومن بعدها الاذن صدر في وقت لاحق للقبض والتفتيش وما استجابتش لك. قبل ما تسيب القاعه وتمشي حتى لو التمست البراءه لازم تصمم على الطلب ده، لا تنفك عنه بحسب محكمه النقض. تقوله في الاول وقبل ما تمشي تقوله تاني. وهنا بلاحظ ان سادة المحامين كتير بيتكلم بسرعه، السكرتير مش مكان مش هيسمع كل حاجه واحده واحده. اطمئن جدا ان كل حاجه اتكتبت، دفوعك طلباتك ثابته. فجيت ايه محكمه الموضوع بتقول البرقيات التلغرافية دي ده اللي قالته محكمة النقد بقى وبهدلت الدنيا. يقول لك محكمة الموضوع للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. البرقيات دي فيها دليل نفي التهمة عن المتهم، شنو ولا إيه؟ المحكمة النقد قالت كده لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. في الحته دي لقيت نيابه النقد الجنائي بتقطع الحته دي بقى تقول اولا لانه يلتفت عن دليل النفي والحيوانات واوراق رسميه، كمان يصح في العقل والمنطق ان تكون الحقيقه في هذه البرقيات التلغرافيه متعارضه مع الحقيقه التي انتهت اليها المحكمه من خلال الادله الاخرى. شفتم؟ ده بيقول لك متصور يكون اللي فيها مش هناك. طب انت عرفت من ايه؟ انت يا بتاع نيابه النقد الجنائي ملف الدعوه والموافقات مش موجوده قدامك. لكن محكمه النقد هنا لما قالت لمحكمه الموضوع ان تلتفت على دليل النفي ولو حملته اوراق رسميه، قالت في نفس الحكم على ان تورد المحكمه في مدونات حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الاتهام والمت بها على نحو يفصح انها قد فطنت اليها ووازنت بينها. يبقى هنا محكمه الموضوع بتاخد على طريقه ولا تقربوا الصراحه، يروح واخد الحته دي وسايبك وماشي. نيابه النقد الجنائي بقى بتاخد الحته دي وتنك ماشي. فالوضع اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي ان الموضوع كله في ايد محكمه الموضوع. هي المهيمنة على الدعوة من الناحيتين القانونية والموضوعية. كل حاجة يطمئن يطمئن يطمئن. وفيما يتعلق بكذا وكذا 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 فدي من الدفوع الموضوعية التي لا تستاهل ردا خاصا، نسيبك خد فيهم مؤبد. ده بيحصل. لكن دي كانت نقطة عابرة أنا بقولها، لكن هرجع للنقطة اللي أنا بتكلم فيها دائما. قلت إن الاستيقاف إجراء استدلالي. طيب عشان تبقى فيه استيقاف لابد ان يضع الشخص نفسه موضع الريب والشبهات. ولازم اقول ايه هي السلوكيات؟ انه لما شافني ماشي في الشارع اتدور ورجع ومشي بخطى سريعه، ده ما فيش فيها حاجه. لكن لقيته بيضع الطبنجه في كاميرا البنطلون، هنا شفت ده هنا في حاله تلبس. ماشي معايا؟ يبقى لابد ان مامور الضبط القضائي او رجل السلطه العامه عموما يقول لي السلوكيات والافعال، ودي حضرتك تقف عندها. ليه؟ لان الاستيقاف يمكن ان يؤدي الى حاله التلبس بما يتبعه من القبض والتفتيش والوقوف على الجريمه والاسناد، اجراء في منتهى الخطوره. لكن انا بشوف دلوقتي محكمه النقض لما استقراتها لغايه اخر ديسمبر 22 قالت وجود ثلاثة شباب الساعة 12 بالليل على الرصيف، مأمور الضبط القضائي سألهم ألقوا المادة المخدرة. طبعا في تصوره في تصور حضراتكم بالشكل ده مفيش حالة استيقاف. إيه الغريب في الأمر؟ لكن محكمة النقض قالت ده استيقاف. وسعت من المفهوم. يبقى الاستيقاف إجراء استدلالي. المعاينة الخارجية إجراء استدلالي. وزميلاتي وزملائي واساتذتي الموجودين يوقفوا جدا 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 على مسرح الجريمه.
جدا. مسرح الجريمه ده فيه حل كتير جدا. اوعى حضرتك تختصر في دفاعك على ملف القضيه. لازم تفكر خارج الصندوق. مأمور الضبط القضائي بيقول الولد ده كان في حاله استخاف، دخلنا عليه، القى الماده المخدره، التقطناها، فضناها، لقينا، عملنا، حررنا، جبناه هنا. هتلاقي المحضر عندك فيه روايتين، روايه الضابط مأمور الضبط القضائي وروايه مين؟ المتهم المحتمل ده. الاثنين في كفتين زي بعض، ده اللي في الملف. اي كلام هتقوله حضرتك بقى كمحامي هيبقى كلام مرسل. هقول لا، ده ما كانش واقف هنا، ده كان في عربيه وهو وقفه ونزله وعلى عنده قضيه وفتشه لقى المخدرات. انا كمحكمه هقول روايه الضابط دي هي الصوره الصحيحه للواقعه، ادي ده. لا، انا عاوزك تعيش بره، ودي اخر حاجه شفتها في جنايات العجوزه. الولد ده تاجر أقمشة في منطقة الحسين اسم الموسكي، راح نهاية اسم العجوزة يحصل الفلوس بتاع الأقساط اللي عند تجار الأجزاء. ركب تاكس راح هناك، جاب الفلوس، وهو راجع في كمين وقفه، نزله، فين بطاقتك، عليك أحكام، خدوه فتشوه، لقوا معاه مخدرات. هي المخدرات بتاع الولد. الشرطة ما بتحطش مخدرات، الشرطة ما بتحطش مخدرات. فبقت عندي الرواية هنا، رواية الولد انه كان في العربية ونزله، والرواية بتاع الضابط انه كان قاعد على طرف الرصيف بيمسك بايده قطعة بنية اللون تشبه مخدر الحشيش يتفحصها، يتفحصها. الكلام دي الساعة كام؟ 8:30 بالليل. قلت لأخوه تروح الشارع ده، وما تروح هناك اللي أسألك فيه ترد عليه. امشي في الشارع من أول لآخر. في أبراج؟ قال لي لا، يبقى ما فيش جراجات. في صنايعية، فيه قهوة، فيه سيرك، فيه سينما؟ لا، يبقى ما فيش جمهور. هيقعد هنا يعمل إيه؟ بيتفحص المادة المخدرة في إيده. وأنا قلت لرئيس المحكمة كده، ده كان يتعين على وكيل النيابه لو كنا اللي قاعد ده، كان لازم يستفسر من مامور الضبط القضائي يقول له بما تفسر انه ماسك الماده المخدره باصابعه كده بيتفحصها؟ احطها كده يبقى فعلا بشتمها، انما كده ماشي معايا؟ يبقى الولد ده اللي هو تاجر اقمشه راكب تاكس. قلت له يا فندم، ده من كبار تجار الاقمشه، ده بيشتغل في مليار. لما سألت المتهم قال لي أنا عندي 3 عربيات، بس لما بروح المكان ده ما بروحوش إلا وأنا راكب تاكس. مهمة جدا. إيه اللي خليه يركب تاكس وهو عنده الأموال اتقلت كلها والثابتة في الأوراق؟ يبقى الرواية بتاع الولد في الحتة دي صح، إنه كان راكب التاكس ووقف في كمين ونزله وحصل اللي حصل. أفهم من كده حضرتك إن أنا ما أقفلش، ما أزنقش نفسي بين الورق بس. عشان كده لما المحكمة بتقول لأحد السادة المحامين الحاضرين دول او الحضور تقول له خد اقرا الملف بتاع القضيه دي وكمان ساعه في ساعه ونص ولا في اخر الجلسه ساعات رافع، ده كلام تهريب تهريب تهريب، ما فيش في حق الدفاع. اللي انا قلت ده هيجيبه هو منين؟ متفقين؟ لازم نفكر خارج الصندوق، لازم ادرس المكان اللي ارتكبت فيه الواقعه بالشكل اللي انا قلته ده. انا مش بحكي عشان اقول لك انا عملت ايه، لا، ده عشان اوصل لك ان احنا لازم نخرج عن الملف ونفكر خارج الصندوق. مسرح الجريمة في غاية الخطورة قد لا يتصوره البعض. هتروح هناك ممكن تكون الأرض طينية، فهتلاقي بصمات أحذية 45 لمؤاخذة أو 40، أو كعب حذاء الواحدة 6، أو كانوا حفاة وفيه بصمات أصابع. من الحتة دي أنا كمحكمة اقدر اقول ده فيه اكتر من مقاس حذاء، يبقى فيه اكتر من شخص. ده فيه كعب واحده جزمه حذاء حريري، يبقى كانت في واحده ست هنا.
عشان ابني مقابله هنا مع الشهود اللي بيقولوه ايه. لان الشهود اللي بيقولوا المحكم عليها انها اذن القاضي التي يسمع بها وعينه التي يرى بها، دول كلهم ناس مأجورين، هم دول اساس الفساد. مسرح الجريمه، مسرح الجريمه، محل الوقع. ودي شفتها في احدى القضايا. الف قتل ب، الف قتل ب، جه جيم ودال، اشقاء الف اشقاء ب يسأروا من الف، يسأروا منه في مين؟ في اخوه ه. الف قتل ب، جيم ودال اشقاء ب يرغبون او يرغبان في مين؟ في قتل ه اللي هو شقيق مين؟ الف. الف فاهم كده، فدايما معاه المسدس بتاعه وعلى طول في وضع الاطلاق. به وجيم ودال اتفقوا مع بعض، منهم واحد غنام قال انا هاخد الغنم بتاعتي وهروح على راس الحقل بتاعه واسيب الغنم بتاعتي تاكل من الحاجات الموجوده قدام المواشي بتاعت صاحبنا اللي هو هيدا. فجه ايه اللي بيحصل ده؟ ده كلام فارغ. فرح خابط جيم بعصايا جرحت له الحته دي، وهو واقف بيتخانق مع جيم. دال جاي من الجنينه من وراه، وبحسب مناظره النيابه العامه طول الولد اللي جه من ورا اللي هو دال ده 183 سنتي، وهي طوله 160 سنتي. لما جه من ورا جايب حجر عشان ينزل على ام راس هي. فالولد هي لاحظ ان جيم مش مركز معاه، جيم عينه على الورا بيشوف ايه هيعمل ايه، فبيلتفت ورا لقاه راح ضربه 10 طلقات. خلي بالك ماسك الحجر اهو، الطلقات جت من هنا 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 كده. في الوضع الطبيعي ما تجيش الطلقات بالشكل ده. لما المعاينه اثبتت ان في حجاره كان الولد ده في حاله دفاع شرعي. ركزوا جدا جدا في مسرح الواقع. أعود وأقول لمأمور الضبط القضائي أن يتلقوا الشكاوى والبلاغات. إيه هو البلاغ؟ إيصال نبأ الجريمة من أي شخص عن أي جريمة لأي سلطة عامة. وأنت ماشي في الطريق لقيت واحد بيغتصب واحدة، تبلغ. ده بلاغ أهو. هتبلغ رئيس مجلس الشعب، هتبلغ وزير الداخلية، هتبلغ رئيس الجامعة، هتبلغ المحافظ، ده بلاغ. إنما الشكوى هي بلاغ من شخص محدد عن جريمة معينة لجهة بعينها، مش في أي جريمة. جرائم على سبيل الحصر المادة 9 3 إجراءات اتكلمت عنها، الشكوى مثلا. أي الشكوى هي بلاغ من مين؟ من شخص محدد. الزوج في جريمة الزنا، المجنى عليه في القصف والسرقة، الزوج والزوجة والأصول والفروع في جريمة السرقة بين الأزواج. يبقى الفارق بين البلاغ وبين الشكوى هو في طبيعة الجريمة ومين هو اللي قام بالتبليغ. هخلص من الحتة دي حضراتكم، إلى أن رجال السلطة العامة لا يملكون القبض والتفتيش. بالمعنى اللي أنا قلته، رجال السلطة العامة يعاونوا مأمور الضبط القضائي. طبعا أنا بشوف كتير حضراتكم بتقولوا وأنا مقتنع بيه جدا انفراد مأمور الضبط القضائي بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة. المحكمة بتخرج من الحتة دي بسهولة جدا، طبعا حضرتك لازم تقولها، أنا متفق معاك. لكن المحكمة بتقول لك أن الدليل الجنائي أو الدليل في المواد الإجنائية إقناعي. يعني بتقدم لي 50 شاهد اثبات وشاهد واحد نفي، انا بثق في شاهد النفي ودون غيري من شهود الاثبات وان تعددوا. خلاص يقول لك انا مرتاح لمين؟ للروايه بتاع الضابط ده. هنا بقى حضرتك عاوزك توقع المحكمه في حظيره الاخلال بحق الدفاع. مش تقول انا بطلب ضم دفتر الاحوال فقط. ده تقول ضم دفتر الاحوال
عن يوم الوقعة بتاريخ كذا الساعة كذا للوقوف على أسماء أفراد القوة المرافقة لاستدعائهم وسؤالهم في الواقع. لازم تقول الاسطمبة دي على بعضها كده. تقول دفتر الأحوال وسيبك تمشي، المحكمة تقول لك ده دفتر الأحوال دي تعليمات لا تبقى إلى مرتبة القانون الإجراءات الجنائي. تروح سايبك وماشي، وأنت ما عندكش حاجة تقف فيها قدام محكمة النقض. لازم يكون الطلب بتاعك محدد والهدف منه إيه. مش بس تقوم دفتر الأحوال، لا، ده أنت لازم تقول عن يوم إيه وليه وتصمم عليه. وإذا المحكمة قالت لك اتفضل اترافع، أنا شخصياً ما أقدرش أقول لها لا، بس هترافع وفي الآخر أقول في حالة عدم البراءة متمسك بالطلب اللي هو كده وكده وكده. المحكمة هتزعل مني؟ تزعل، ما هو محامي رجل القانون المفروض يبقى غتت لكن خفيف الظل في نفس الوقت. غتت لكن خفيف الظل، براحة برضو مع المحكمة، ابتسامة كده ولو إنها صفرة لكن برضو ابتسامة. متفقين؟ طيب، مأمور الضبط القضائي بالمعنى اللي أنا حددته يملكون القبض والتفتيش في حالة من الخمسة على سبيل الحصر. مأمور الضبط القضائي زي غيره من رجال الشرطة يملكون فقط إجراءات الاستدلال، لكن الواقع وبحسب نصوص قانون الإجراءات الجنائية وما استقرت عليه محكمة النقض أنه يجوز للنيابة العامة أن تندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراء أو أكثر من الإجراءات التحقيقية. يندب الخبير بيمين إجراء تحقيقي، لكن طالما ندبني أعمله. أو خلي بالك بقى، في حالة الضرورة الإجرائية، الضرورة الإجرائية هنا عاوز أركز عليها جدا في كلمتين. حضراتكم درستم في الفرقة الثانية في كلية الحقوق مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، مش إلا بنص، إلا بناء على نص. إلا بنص يعني التجريم والعقاب منوطان بمجلس الشعب، بمجلس النواب بس. لكن لأن الدستور 71 وبعده 2014 أعطى للسيد رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات بقوانين وتعرض على مجلس الشعب في أول دورة انعقاد يقرها أو يرفضها، يبقى هنا التجريم والعقاب قد يكون من مين؟ من رئيس الجمهورية. عشان كده ما نقولش لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لا، لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص. وآخر نص شفته هنا ويخص إخواتي من الستات، القانون رئيس الجمهورية تدخل بتعديل المادة 242 مكررا اللي بتعاقب على ختان الأنثى، وأصبح يعاقب عليها بالسجن والسجن المشدد مدة بتزيدش على 6 سنين. يعني مش عاوز أغص هنا وأقول المشرع ما كانش من حقه يعمل كده، لأنه في ختان الأنثى أنا عندي تعدد أوصاف. الأم لما جابت البنت عشان تختنها بتمسكها هي وعمتها وخالتها وستها، وعم محمود السواق في النقل العام يقطع بالموس، يقطع جرح عمد، يشوف مكان العفة هاتك عرض. العمة والخالة والست والجدة شركاء في الجرائم دي، وهاتك العرض 268 و269 عقوبة مشددة، ما نش في حاجة لأنك تكلمني في السجن والشجن بتاعه. هيبقى عندي هنا تعدد أوصاف. يعني نخرج من الحتة دي، لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص في قانون العقوبات في التجريم والعقاب. يقابله الشرعية الإجرائية في قانون الإجراءات الجنائية، لا إجراء إلا بنص. قرينة البراءة أو أصل البراءة، ما اسمهاش قرينة، اسمها أصل البراءة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات والشك يفسر لصالح. ما يهمنيش الكلام ده كله، أنا اللي يهمني لا إجراء إلا بنص. المشرع هنا لم يفوض رئيس الجمهورية في تحديد
النصوص الإجراءات الجنائية لأنها ماسة بالحريات الشخصية. الدستور وضع الأطر العامة للحرية الشخصية، لكن اللي يصدر قانون يمس الحرية الشخصية هو مجلس النواب فقط. يبقى لا إجراء إلا بنص. تعالوا نعمل إسقاط. مأمور الضبط القضائي صاحب الاختصاص الشامل في نطاق محدد. مأمور الضبط القضائي في مصر القديمة شغله كله فين؟ هنا في الحتة دي. خلي بالك بقى، لو ان الدايرة اللي قدامي دي اسم مصر القديمة، وفي ولد واقف في الحتة دي داخل الدايرة بتاعتي في ايده سلاح ناري بيدخن حشيش بيطعن واحد بالسكينة بيغتصب امرأة، فين بقى عندي؟ في دايرة اختصاصي. هنا اول ما شافني راح رجع 3-4 خطوات قال لي خلاص انا في اسم الجيزة، باي باي خليك عندك. محكمة النقض بقى راح اتخلقالي هنا حاجة اسمها الضرورة الإجرائية، خرمت بها قاعدة لا إجراء إلا بنص. النص قال تقبض وتفتش فين؟ في الحتة بتاعت اختصاصك المكانة دي. محكمة النقض قالت لا، لو ارتكبت الجريمة في حالة تلبس والمتهم هرب إلى خارجها لمأمور الضبط القضائي أن يتعقبه أينما كان. هيروح اسم الجيزة، هيروح اسم الهرم، هيروح الدقة، هيروح العجوزة وراه، ويزال مأمور الضبط القضائي محتفظ بصفة الضبطية القضائية، يعني يقبض ويفتش. الفرد الثاني، مأمور الضبط القضائي بتاع دائرة مصر القديمة راح يتغدى عند حماته في اسم رود الفرج اللي هو جنبه أو اسم الجيزة. بمجرد ما يخرج من الدايرة بتاعته يتجرد من صفة الضبط القضائي. الرتب دي كلها تقع في الأرض. يبقى رجل سلطة عامة وتطبق عليه بقى 38 إجراءات. يمسك المادة المخدرة، يتحفظ عليه، يقتاده، وهنا يفتشوا تفتيش وقائي. 37 38 الاثنين دول فقط اللي فيهم تفتيش وقائي، غيرهم لا. لو قلت يجوز في غيرهم بيبقى انت خرجت عن كل الضوابط اللي احنا قلناها دي. يبقى هنا مأمور الضبط القضائي تسقط عنه صفة الضبطية القضائية بمجرد مغادرة محل اختصاصه المكاني. لكن طبعا من ناحية السطح الزمني مالوش سطح. يوم الجمعة الظهر له صفة الضبط القضائي، يوم العيد الصغير له صفة الضبط القضائي، يوم الأجازة بتاعته صفة الضبط القضائي، إلا لا قدر الله لو تم إحالته إلى الاستيداع، إحالته للمعاش، تم وقفه، خلاص لا هنا لا رجل سلطة عامة ولا مأمور ضبط قضاء. ماشي معايا؟ يبقى هنا محكمة النقض اخترقت الإجراء إلا بنص. النص هو قال يا مأمور الضبط، المادة 23، يا مأمور الضبط القضائي تقبض وتفتش داخل دايرتك. محكمة النقض قالت بس لو ارتكب التلبس هنا وخرج نتتبعه. يبقى الضرورة الإجرائية هنا عملت إيه بقى؟ خرمت لمؤاخذة هذا الإجراء، وهذا صحيح. يبقى الزملاء ما يدفعش في الحالة بتاعتي دي ببطلان القبض والتفتيش لأنه تم وتم وتم، لا ده الإجراء صحيح. لكن لو خرج من المكان بتاعه وتجرد من صفة الضبطية القضائية يبقى رجل سلطة عامة، يبقى زيه 38، ما يقبضش ولا يفتش، لكن يسلم لأقرب مأمور ضبط قضائي فيه كمين على بعد 100 متر يسلمه. قال لك لا، ده انا اروح اصبح على رئيس المباحث هناك واسلمه بنفسي. من هنا لغاية رئيس المباحث الإجراء ماله؟ برافو عليكم، قبض اعتباري باطل. اي تخلي عن المادة المخدرة يبقى تحت وطئة هذا القبض الباطل على طول ما بني على باطل 336 إجراء جنائي. لكن خلي بالك عشان ما يلتبس الأمر في الحتة دي، من ضمن إجراءات الاستدلال الأمر بعدم التحرك. الأمر بعدم التحرك زمان وإحنا في النيابة العسكرية وإحنا لسه طلاب في الكلية الحربية
الطابور البروج يضرب الساعه 4 وربع الصبح، واحد فينا اتاخر دقيقه يقول له ثابت، اللي بيجروا عامل كده يتنوا زي ما هو، واللي عامل كده يتنوا، والعامل كده يتنوا، واللي قاعد ما يتحركش. اهو ده الامر بقى لواك مامور الامر بعدم التحرك. مامور الضبط القضائي دي الصوره بتاعته ماشي بيتفقد الامن الجنائي والسياسي الاسطمبه بتاعتهم اللي بيقولوها دي، وهو ماشي من قدام القهوه ها اشتم رائحه المخدر تنبعث، رائحه المخدر تنبعث. هنا في حالة تلبس كده ليه؟ شميت. بس خلي بالكم في الحتة دي، مش في كل مرة أشم تقدر تحاكم المتهم. يعني الرجل السواق ماشي بالعربية بيتطوح شمال ويمين، يتمرجح شمال ويمين، وعينه حمرة ووشه مزروط أحمر وبيتصبب عرقا، وهو بيكلمه عن الرخص قال شميت المادة المخدرة. لازم نحلل له بول، لازم نحلل له دم. انما اقول في الحته دي في تلبس؟ لا، انا شميت فعلا، بس فين الماده المخدره اللي هتروح المعمل الكيماوي؟ واضح الكلام بتاعي؟ طيب هرجع للحته بتاعتي، الامر بعدم التحرك. فمأمور الضبط القضائي يجعل الباب كله في مكانه، هو ده الامر بعدم التحرك. عاوز يشوف مين اقرب واحد اللي ماسك الشيشه او الجوزه او الارجيله زي ما بيقولوا اللي عليها الماده المخدره على الحجر الفخار. عاوز يشوف الماده المخدره اللي هنا دي موجوده في الحته بالظبط منه، يبقى عاوز يضبط كل واحد بسلوكه. هذا الاجراء استدلالي لا مساس فيه للحريات الشخصيه، لا يعد قبضا. وفي الحته دي حكم محكمه النقض قالت لما مامور الضبط القضائي بيمر امام القهوه وشم الريحه واصدر امر بعدم التحرك، واحد حط ايده في جيبه وخرجها وحط ايده تاني وخرجها، محكمه النقض بتقول كده، ووضع في فمه حاجه شيء يشبه العلبه الصفيح، حاجه مربعه تشبه العلبة الصفيح. ده حكم قديم في الثلاثينات، حكم قديم. هتتساءل تتساءل هو في واحد بيحط علبة صفيح في بقه؟ لا، عاوز اقول لك ما كانش ايام في شوكولاتة ولا عسلية. محكمة النقض، وانا شخصيا كنت اجهل الكلام ده كله، احنا مش هنروح شوكولاتة لما نروح لفرنسا. يبقى الولد في ايده مادة مخدرة لكنها قالت انها تشبه العلبة الصفيح، فراح طلعها وحطها في فمه وراح خارجها تاني والقى بها. جه الاستاذ المحامي ادفع ببطلان القبض والتفتيش. ليه؟ قال لانه تخلى عن الماده المخدره على اثر امر بالقبض. لا يا عم، ده مش امر بالقبض، ده اجراء استدلالي الهدف منه ان الحفاظ على النظام عشان اثبت الجرم لصاحبه. يبقى في الحالة دي التخلي هنا يعتبر تخليا إراديا، يعتبر تخليا إراديا يلتقطه. طالما انت ألقيت بها تأخذ حكم الأشياء المتروكة، وانت نازل من البيت الجرائد بتاع الأسبوع كلها بترميها جنب الباب بره، خلاص أي حد ياخدها. هي كده الحتة المحكمة النقض برضه في الحتة دي، عشان ما بقاش انساها في وقتها في حالة التلبس زي ما هنشوف، يقول لك لو انت تصنت تنصت، يعني حطيت ودنك كده على مكان المفتاح، لو حطيت انفك كده في فتحة المفتاح. طبعا كلكم هتستغربوا ده مجنون ولا ايه، لان المفتاح بتاع حضرتك دلوقتي مفيش في المجال. بس ست الله يرحمها زمان كان عندها 10 12 مفتاح، كل مفتاح له مؤاخذة قد كده، سيخ حديد بسنتين، كل سنة تقريبا 2 سنتي. يبقى الفتحه بتاع المفتاح كانت قد ايه؟ كانت قد كده اهو. تقدر تشوف؟ ايوه. تقدر تشم؟ صحيح. اجراء مخالف للاداب العامه؟ بالظبط. لكن لما اقول لك انه اشتم من خلال فتحه المفتاح ما تستغربش. ما تقولش ده المفتاح دلوقتي ما يسمحش، لا. في الوقت ده كان يسمح زي ما حرضت لحضراتكم. هنا بقول اذا كانت القاعده ان رجال الضبط القضائي أصحاب الاختصاص النووي
الاداره العامه لمكافحه المخدرات اختصاصه في الحته دي، اختصاصه هنا، لكن هذا لا يمنع من ضبط الجريمه التي تظهر عرضا. هو مهمته المخدرات، لكن انت اول ما شفته طلعت السلاح هتقول له ده انت مامور ضبط قضاء اختصاص نوعي بالمخدرات مالكش دعوه بيه. لا، هنا الجريمه مالها؟ ظهرت مصادفه بصفه عرضيه، يقبض ويفتش. فهنا جت احكام قانون الاجراءات الجنائيه وقالت الاصل ان مامور الضبط القضائي هو ورجال السلطه العامه مهمتهم الضبط الاداري اللي احنا قلناه ويباشروا اجراءات الاستدلال، انما شغل التحقيق الابتدائي ده للنيابه العامه وقاضي التحقيق. فجاء قانون الاجراءات الجنائيه وقال يصح ان احد اعضاء النيابه ينيب مامور الضبط القضائي لمباشره اجراء تحقيقي او اكثر باستثناء استجواب المتهم، باستثناء استجواب المتهم، الماده 70 اجراءات. يسمع الشهاده بيمين؟ نعم. يحلف الخبير اليمين؟ نعم. يستدعي الطبيب الشرعي لمناقشته؟ نعم. انما يستجوب المتهم اطلاقا. من ضمن هذه السلطات التحقيقيه اللي منحها المشرع الجنائي الاجرائي اللي هم قانون الاجراءات الجنائيه لمامور الضبط القضائي، التلبس. اول اختصاص فيهم التلبس، والتلبس هو التقارب الزمني، التقارب الزمني بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة إدراكها، تقارب زمني أو الاثنين قريبين. ومحكمة النقض قالت التلبس بالمعنى ده أربع حالات. الأولى حالة تلبس حقيقية فعلية، اشتم، شاهد، سمع الجريمة وقت ارتكابها، دي الحالة الأولى، وهو ده التلبس بالمعنى الفني، وهو ده التلبس اللي يقدر يقوم به عوام الناس زي وزيكم كده في التحفظ على المتهم. وطبعا بين قوسين التحفظ يختلف عن القبض، بيقولوا كده في الفقه الكتب بقى الكلام من ده. أنا في رأيي التحفظ هو نوع من القبض. قال لي ده انت بتمسكه من ايديه تقيده ممكن ساعه وساعتين وثلاثه واربعه وخمسه، ممكن يوم بحاله، لكن في الاخر بنقول القبض فقط هو اللي يبيح التفتيش، انما مجرد التحفظ لا يجوز. يبقى الاجراء التحفظي بنقوله هو التعرض المادي اللي احنا قلنا عليه للعوام او لرجل السلطه العامه زي ما قلنا كده، لكن مامور الضبط القضائي يقبض ويفتش مش في حاجه للتحفظ، مش في حاجه للتعرض المادي. الحالة الثانية من حالات التلبس، وهنا حتى هقولها بقى في آخر أحكام محكمة النقض يا ريتنا نخلي بالنا منها جدا، ضبط الجريمة بعد ارتكابها ببرهة، ببرهة. يعني أنا أفهم البرهة دي غمضة عين كده، والسؤال هل البرهة دي دقيقة، ساعة، يوم، أسبوع؟ الله يرحمه الدكتور وفي عبيد لو حد منكم كان درس على كتابه ولا كده يقول الجريمة في حالة تلبس طالما كان دخان الجريمة ما زال داخلا. طول الناس في الشارع ده في الحتة دي في الحارة دي بيتكلموا عن نقطة الاغتصاب، تبقى فين؟ في حالة تلبس. محكمة النقض فصلت في الكلام ده، قالت إذا كان الثابت في الأوراق أن مأمور الضبط القضائي بمجرد أن نما إلى علمه ارتكاب الجريمة انتقل على الفور ووصل مكان ارتكاب الجريمة المسرح، تبقى حالة تلبس. هياخد خمس دقايق ماشي، وأنا جاي دلوقتي الطريق زحمة جدا، خد ساعة ونص عشان يوصل ماشي. شفتوا بقى المعارك بتاع محكمة النقض ماله؟ أهو طالما إن مأمور الضبط القضائي بمجرد أن نما إلى علمه ارتكاب الجريمة تحرك،
طالما انه ثبت كده من دفتر الاحوال بالساعه والدقيقه خلاص هيوصل بقى في 5 دقايق في نص ساعه في ساعه في ساعتين تعتبر الجريمه مالها في حاله تلبس. طبعا لا يخفى على حضراتكم لما اقول في حاله تلبس لانه بيدي سلطات واسعه في القبض والتفتيش. سلطات واسعه في القبض والتفتيش. يبقى البرهه دي مش هي غمضه العين، مش هي دقيقه، محكمه النقض وضعت المعيار ده في احكامها حتى اخر ديسمبر، حتى اخر ديسمبر 22. الحاله الثالثه متابعه العامه للجاني بالصراخ والصياح. الولد وهو ماشي على الموتوسيكل اللي وراه راح خاطف في الشنطه من البنت، حرامي حلق حوش، الناس تجري كلها في الاتجاه ده، اهي دي الحاله الثالثه من حالات التلبس. طول الناس ما بتشاور كده، طول الناس ما بتجري كده، تعتبر الجريمه فين؟ في حاله التلبس. وهم بيجروا كده من جامعه عين شمس لغايه ميدان العباسيه في مأمور ضبط قضائي، يضبط الجريمه في حاله التلبس. الحاله الرابعه اللي هي ضبط الجاني وبه علامات او اثار، في خربشه، في تمزيق في الملابس، في نعكشه في شعره، ها، او حامل اشياء في ايده، سكينه عليها اثار الدماء، ماسك شنطه كرتونه فيها الموبايلات المسروقه. في مثل هذه الحالات محكمه النقض قالت تعتبر الجريمه في حاله تلبس. لكن التلبس حضراتكم هنا اسمه تلبس حكمي. الحاله الثانيه الثالثه الرابعه تلبس حكمي، انما الحاله الاولى اللي هي ارتكاب ضبط الجريمه حال ارتكابها، شفته وهو بيغتصبها، شفت الولد وهو بيمسك الست من ساديها، هات عرض خلاص. التلبس بالمعنى ده حالاته وردت على سبيل الحصر. هيترتب على كده ايه؟ لا اتوسع في التفسير ولا الجا الى القياس ولا حمل الالفاظ فوق ما تحتمل. يعني بمعنى اخر ان لا يجوز اثبات حاله التلبس بشهاده الشهود. ما يجيش المرشد السري ويقول ان فلان واقف في ميدان العباسيه بيبيع حشيش اقول له في حاله تلبس. لا، ده انا لازم اروح هناك واشوف بام عيوني دي. يثبتها هنا بالشاهد اللي هو المخبر السري ولا الجدع التاني اللي هم بيقولوا عليه المرشدين السريين، هذا لا يجوز. وطبعا حضراتكم عارفين اكتر مني من هم المرشدين السريين، والعبارة ديت انا واخدها على ألسنتكم في المحاكم، ليسوا من الانبياء والصديقين، انتوا اللي بتقولوا كده، لانهم فعلا شوية ناس يعني من ارباب السجون، لما بيخرج بعد قضاء المدة بتاعته يقوم وكيل مأمور الضبط القضائي ياخده في حضنه، ده انت تخليك تبعنا، انت تقول لي ايه اللي بيحصل في الحتة بتاعكم كلها، حتى لو اداله حديدة علقها في رقبته كده عشان يشتغل سايس في الشارع، ده مرشد سري اللي هو بيقول عليه. احيانا بيعملوا كشك، هو اللي بيقول الست دي بتدير شبكة دعارة، الولد ده بيتاجر في المخدرات، لان مأمور الضبط القضائي ما بيضربش الودع. مأمور الضبط القضائي بيستمد معلوماته من المرشد السري بصفة أساسية أو المخبر السري. لكن محكمة النقض مستقرة تماما على انه من حق مأمور الضبط القضائي ان يمسك، الا يفصح عن المرشد السري اللي استقى منه معلوماته، لا ينال من اجراء من جدية تحرياته. التحريات كمان خدت دقيقة، خدت ساعتين، خدت ثلاث ايام ولا يأثر. عشان حضراتكم لما تدفعوا بقى بقصر المدة وما قالش المدة ايه والكلام ده كله، ده كلام خارج الجون خالص. لكن حضرتك برضو لازم تتمسك بها. لأن حكاية إنه المصدر السري ما أفصحش عنه، بجانب الحتة التانية هل دي دفتر الأحوال، والحتة التالتة اللي هو انفرد بالشهادة، دول يمكن يعملوا في عقيدة المحكمة حاجة. واضحين؟ نعم يا فندم. لا لا خلي الاسئله في الاخر. اسال اسال. اتفضل اسال يا فندم. اللي يسال يتفضل يقف هنا قدام الدكتور. لا ده الموبايل، ده المايك.
لو جت هنا يمكن تتحرك الدهب بتاعها هنا. طب ماشي وكل معاك خير صح. علي صوتك قوي عشان الزملاء كلهم يسمعوا. وبالنسبه لاجراءات الاستدلال مثلا زي مثلا امر شويه عدم التحرك، لو بس واحد يعني خلفه بس مش اكتر. نعم لو واحد خلفه مش اكتر يعني مثلا مقول الضبط القضاء قال له وقف مثلا راح هو ما ضمنش سابه ومشي. في الحاله دي ايه اللي يتم؟ هل ليه الامر بعدم التحرك اجراء استدلالي بحت، مخالفته لا تستتبع اي جزاء. سبق وجري ما يقدرش يفتش في اللحظه. لا حضرتك انا عدت لكم في اول كلامي خمس حالات نقبض فيهم ونفتش. تاني التلبس، رضاء المتهم، الاذن بالقبض والتفتيش، ايه حكم واجب النفاذ، الامر بالضبط والاحضار، في اي حاله من الخمسه قبض وتفتيش بلا قيود في ميعاد الاذن. ده خلي بالك. لكن انا قلت محدش يتحرك، انا جاي حضرتك حاضر. قال محدش يتحرك، الواد ده راح قايم جاري. ممكن اول مامور الضبط القضائي يقول ده اللي هو جري ده وضع نفسه موضع الرياب والشبهات. خلي بالك ما هو بنديله برضه مخرج يقدر يصطاده منين. الحته دي بقى بتتوقف على اقتناع المحكمه، هل المحكمه تقتنع او لا تقتنع. فاذا هو جري ويعتبره في حاله ريبه وشك، في حالة وجز الاستيقاف برضه ما يقبلش ولا يفتش، لأن احنا متفقين إن طبيعة الاستيقاف إجراء استدلالي. يسألوا عن بعد، إذا بدد مخاوفه يتركه هو شأنه، يلا مع السلامة. لكن هي المشكلة كلها لو طلع البطاقة وطلع إنها مصطنعة. نخلي بالنا جدا في الحتة دي. طلع البطاقة ولقاها مصطنعة، البطاقة محرر رسمي، جناية تزويف محرر رسمي. ويعملها لي كده يبقى استعمال محرر رسمي. اقبض وفتش، اقبض وفتش، خلاص. فين بطاقتك؟ انا ما اسعدنيش الحظ ان انا اطلع بطاقه. لو رجعت للقانون 143 لسنه 94 جنحه معاقب عليها بالحبس اكتر من 3 اشهر. نقبض ونفتش. فالاستيقاف مش في حد ذاته، الاستيقاف في المشاكل الرهيبه اللي هي ممكن تترتب عليه، لكنه في جميع الاحوال في حد ذاته لا يجيز القبض والتفتيش. واذا قلت انه في حاله استيقاف لازم تقول لي ايه هي الظروف والملابسات دي. في الحاله بتاعتي انه جري تبقى النيابه ومن بعدها محكمه الموضوع تقول والله ده وضع عادي لا يخالف مجريات الامور. خلي بالنا برضو ان القاضي الجنائي بشر. القاضي الجنائي في بحري غير القاضي الجنائي في الصعيد. هناك في عادات وتقاليد وهنا لا. هناك الصقر دي حاجة عندهم راسخة، هنا لا. فعقلية القاضي وثقافته وحياته بتبقى لها انعكاساته. يعني القاضي اللي هو عنده لا قدر الله مشاكل رهيبة مع زوجته، تصوره هيبقى ايه في محكمة الأسرة مع الستات؟ ما نقدرش حضراتكم نهرب من الكلام ده كله، ما نقدرش نهرب من الكلام ده كله. انما احنا بنشوف في الواقع العملي مشاكل كتيره هنشوفها مع بعض. اتفضل يا فندم. يا جماعه لو سمحتوا يا ريت الاسئله، احنا في وقف الاسئله بعد اذن دكتور خالص في اخر المحاضره هنسال. اللي عايز سؤال يكتبه في يكتبه عشان ما ينساهوش ويخليه معانا. استاذ محمود عشان الاستاذه طلعت بس واحد بس هناخد الاستاذه عشان وبعدها عشان يقدر وبعد كده ان شاء الله الاسئله في الاخر والناس تلتزم بالهدوء عشان نستفاد. ماشي يا فندم. بعض الاماكن مرت عليا الحاجات دي قدام عينيا. بعض الاماكن ايه؟ يعني انا شفتها بعينيا. تمام. ماشي بالخروف مثلا في الشارع وهما بيكونوا ده حكومه اللي هو زي اللي ما بيعرفش الراجل ده بينزلوا منه مره واحده وبيفتشوا اي واحد يوقفوه الشارع. هو ما بيبقاش يعني عنده اي حاجه ولا مشكله فيه. بينزلوا يفتشوا تفتيش ذاتي واغلب اللي في الباص ده بيبقوا مناس وممكن يغلطوا فيه وشتايم وسب وقصف وكذا. حاضر. زميلتكم بتقول بتشوف ان رجل شرطه يمكن يكون مامور ضبط قضائي من شرطه يوقف عربيه اجره مطلق عربيه اجره ما قلتش سياره خاصه يبقى تاكسي ميكروباص اتوبيس يوقفه.
من حق انه يفتش الاتوبيس والعربيه الاجره؟ هذا صحيح. افتح الشنطه عشان اشوف الطفايات. احنا جات لنا اخباريه ان فيه حد جاي كميه مخدرات في شنطه العربيه. هذا صحيح. يفتش ارضيه العربيه وتحت الكراسي الاجره. هذا صحيح. انما اللي مش صحيح بقى انه يقول له انزل يا واد انت وهو. ينزلوا. وانا جاي في مره في الاسكندريه ما استنيناش القطر، جينا في عربيه ميكروباص، حصل الموقف ده فعلا. راح منزل ال 10 12 الموجودين، بس هم برضو فهمانين مش اي حد. فاحنا نزلنا بناء على امره، لا اتفضل حضرتك على جنب، ومسك الناس التانيين قلبهم. ولقى مخدرات مع الاثنين التانيين. هذا الاجراء باطل باطل باطل. هو ده اسمه الاستيقاف العشوائي. هي دي التحريات العشوائيه. هي ده القبض والتفتيش العشوائي. وفي 10 احكام نقض في الحته دي بالذات. يبقى كل اللي بيتم في الأكمنة مش صح. بس أنا أحياناً بيبعتوا لي أعمل محاضرات في جمعيات، تلاقي فيها 100 واحدة ست و100 راجل، مهندسين وأطباء ومدرسين إلى آخره. يسألوا يقولوا الأكمنة، أقول لهم الأكمنة دي مظبوطة. أنا بخوف الناس. لكن لما أجي في هذا المنتدى العلمي وناس كلهم فاهمين زيي وأحسن مني، ما أقدرش أقول أبداً إن الأكمنة مش مظبوطة. الأكمنة غلط في غلط في غلط. هو بيوقف وشفت واحد طبيب بيطري، ده بحسب الاحوال اللي انا شفتها في الورق، انه جاي من هناك بالعربيه بتاعته عشان موديها التوكيل. لازم يمر كده من عند الحته في شبرا فيها كمين، وقفوه امن الشرطه قال له انزل هنا. طبعا الجماعه بتوع الطب والهندسه والكلام دول بتوع الكليات القمه، فبيعتبروا بتوع حقوق الناس دول كلهم بتوع الشرطه في القاع، ما لهمش لازمه. فلما وقف 5 6 دقائق استكتر الامر، ده انا طبيب بيطري. فقال لي الشرطي ايه الموضوع؟ ايه الحكايه؟ قال له استنى الضابط، قال له ما استناش انت وابو الضابط. قال له حاضر تعال بقى هنا. وراح عاملين محضر ان هو بيمر عشان يسال عن الرخص القياده والتفتيش، عينه وقعت على الكرسي الخلفي. قال فيه كرتونه والوش بتاعها متقطع وشاف الترامادول. هذا صحيح، دي قضيه انا اشتغلتها. ده بيحصل. لكن هي دي حاجه مثلا من الحالات الفرديه اللي بيكونش الشخص معاه مخدرات وبتلبس فيها. عشان كده بقول كل ما يحدث في الاكمنه بالشكل اللي انا قلته ده باطل باطل باطل. انما انت داخل على الكمين ولقيتهم هيوقفوك، تقيد النور العالي وتطفي النور، ترجع لورا، تتحول تستدير. لا، دي حالة تريبة بقى، دي حالة وجوز الاستيقاف. تعال لي بقى وانت بتطلع وقع الجريمة، يبقى دي حاجة تانية. انما الأكمنة بالشكل اللي قلته باطل باطل باطل. في المدرجات مع وكلاء النيابة مع القضاء مع الشرطة اقول كده. انما بره بقى الناس اللي هم الطيبين بتوعنا دول لازم اخوفه. ها؟ اتفضل يا فندم. مرة تانية كنت ماشية في الشارع وكان في نقيب ماشي في العربية. نقيب شرطة. ماشي بالعربية اللي هي مقفولة المكتوب عليها بوليس دي. المهم في واحد أمن شغال في الجامعة جاي من قدامه، فده ماشي مخالف. فهو بيدمر له، فده من الخوف راح نازل سايب المكنة قدام البتاع تلاقي يجري قدام العربية. فنزل النقيب يجري وراه، ولما جري وراه راح وقع اتعور. فكان معاه امين شرطه خلاه يفتشه، ما لقوش معاه حاجه، هو راجل غلبان ومحترم بتاع الجامعه. فالنقيب راح واخد المكنه وقعد يضرب ويشتم فيه علشان هو وقع وتعور. فهذا يجوز ان هو يقبض عليه اصلا؟ اطلاقا 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 اطلاقا. محدش قال ان ضابط الشرطه او مامور الضبط القضائي او حتى رجل الشرطه بشكل عام انه يعتدي على حد بالضرب والجرح. مامور الضبط القضائي وتحت اشراف رجال السلطه العامه تنفيذ الاذن الصادر بالقبض والتفتيش بالقوه. استاذ العميد بعد اذنك يا سمحتوا، اساتذه استاذ الدكتور جميل عتباه كان الدكتور بتاعي سنه 98. بابا عشان بس النور هيقطع كمان 10 دقايق بس. يا ريت يا جماعه كلنا نستفاد. الصوت اللي بتسمعوه ده اللي بتعملوه ده هتندموا عليه ليه؟ لان النيابات النهارده بتدي قرارات من نفسها. هو بيقول لسيادته بيقول لك
هتعمل ايه في التحقيق واجراءات التحقيق والكلام ده كله؟ من فضلكم الاعتذار. واللي بيسال سؤال هو محتاج يسال السؤال ده. بس كل واحد حر. انت عاوز انت تقول له اقف اقف. لا بس احنا بعد اذن حضراتكم عشان النور هيطلع كمان شويه. اخر حاجه بعد اذنك. هل يجوز للمواطن العادي او اقصى حال مشاهده الجريمه القبض على المتهم؟ ما انا قلتها دي طبعا صح 100%. لو لا مش يقبض عليه يتحفظ عليه. تحفظ بس يمسكه من ايديه وياخد منه جسم الجريمه. تفتيش وتجاوز. يفتشوا وقائيا. تفتيش وقائي. انا قلت الكلام ده كله. لو معاه سكينه ما يتعداش عليه. ايوه يفتشوا وقائي. الماده 37 اجراءات. كده خلاص؟ لا كمل سيادتك. لا مأمور الضبط القضائي ليس لهم الاعتداء على حق ابدا. لكن هو بينفذ الاذن في حالة التلبس في حالة القبض له ان يستخدم من الوسائل ما يسلس لتحقيق مقصوده. محكمة النقض قالت كده وكلامها انا معترف به جدا. هيخش بقى من شباك الجيران وزوجتك بملابس النوم لا مؤاخذة او يكسر الباب تقول له اتلاقي كل الكلام ده في الباي باي. مأمور الضبط القضائي يختار الوقت المناسب لتنفيذ الاذن الصادر بالقبض والتفتيش. عشان كده اللي بسمعه من الساده المحامين دائما يقول لك توالي الاجراءات ملهاش لازمه. المحكمه ترد عليه تقول هو اللي يختار المناسبه والوقت اللي هو عاوزه عشان يقبض ويفتش. نعم انا مش سامع. خد يا استاذ سؤال حضرتك بس ان حته اشتباه اي ماده يعني اي ماده سواء ماده مخدره او اي الحين بس اللي هو اثناء مرور معاون المباحث في دائره القصر وجد بس الاشتباه او اشتمام قصدي اشتمام شم ريحه الماده المخدره. هل دي بس تبقى اختلاط حد تلبس ويجوز القبض والضبط والتفتيش؟ لا زميلكم بيقول مأمور الضبط القضائي ماشي بيكلم واحد شم من فمه رائحه المخدر تمام يندب فورا فن من اقرب مستشفى لاخذ عينه البول واذا تبين بها ماده مخدره يقبض ويفتش. شكرا. انما لمجرد انه يشتم ده تلبس. بس فين الماده بقى اللي هداها المعمل الكيماوي؟ بعد اذن حضرتك مين اللي قال تخش في الجدول الاول ولا في الثاني ولا في الثالث؟ يبقى كونه يشتم فقط ولو انه تلبس لكن ما تقدرش تحرك القضيه. لا قرب بس عشان اسمع. مش اختلاط يعني هو اختلق حاله من حالات التلبس. اختلق حاله التلبس طبعا زي ما قلت لكم كده زي الحاله بتاع الطبيب البيطر اللي كان جاي من المنافيه ده. ما هو اختلقوا حاله التلبس اهو. قال لك احنا وقفنا نشوف الرؤى بتاع التسيير ولا مش عارف ايه عيننا جت على الكرتونه المقطوعه من وشها ولقينا الترامادول اهو ده اختلاق حاله التلبس. لا 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 اختلاق حاله التلبس دي جريمه في حد ذاتها. يعني مأمور الضبط القضائي اللي بيفتشك ويقبض عليك من غير توافر حالة من الحالات الخمسة دول يستوجب مساءلته جنائيا ومدنيا وتأديبيا. يعني الزميل بيصير نقطة مهمة جدا اللي أنا باخده على السادة ضباط المباحث أنهم نمطيون في تحرير المحاضر. نمطيون. في الواقع اللي قلت لكم عليها في العجوزة دي بعت واحد من المكتب قلت له تروح لسكرتير الجلسة تطلع على الأقل على 20 حالة تلبس. لقيت منهم 9 كان المتهم يجلس على حافة الطريق ويمسك بيده المادة المخدرة. أستاذ مساعد في كلية الطب في فانها بيدخن سيجارة حشيش. يعني رحت معاه طبعا ده قمة ما ينفعش. المحامي اللي عنده الصغير هو اللي أرشدني. قال لي الضابط حرر في اليوم ده 13 محضر. طلبت وصممت المحكمة يا فندم اترافع يا فندم نتلبس يا فندم مش هترافع أنا عاوز ال 13 دول يجوا هنا. لقيناهم بنفس القلم الأسود ذات الأسئلة. الكلمات هي هي خلاص. بس ده الساعه 9 وربع الساعه 11 وكلهم تموا 13 فيهم واحد. انا ما اترفعتش قلت المحكمه اتفضلوا خلاص مع السلامه. مشكله رجال الشرطه واللي احنا عايشين عليها كمحامين انه مش عارف يعمل محضر صح. ما بيعملش المحضر زي ما ضبطه. كل جريمه لها ظروفها. لا هو عنده اسطمبه وانا ماشي شافني
القى تتبعت التقط فتحت، مش هو ده اللي بيقولوه؟ هو ده الغلط في الامر، هو ده اللي بيتكلم فيه زمان. اتفضل يا فندم خد ال 11 ناس. هو محاضر التلامسات في مثلا الجامعي يقول نعم محاضر التلامسات قرب المايك محاضر التلامسات يقول اثناء مرورنا شاهدنا دخان كثيف، بعد كده يقول فاقتربنا من الدخان الكثيف ده فاشتممنا رائحه مشبه مخدر الحشيش. تمام ده يعني اكمل، وبعد كده المعمل يجي يقول ان السيجاره فيها اثار اشتعال او اثار احتراق، هو ايه الفرق ما بين الاشتعال والاحتراق؟ ده سؤال. اما السؤال الثاني طب هو لا قول لي تاني الحته دي، الاشتعال وايه؟ الاحتراق. والاحتراق ماله؟ ايه الفرق بينهم؟ هما الاثنين واحد في المفهوم، هما الاثنين واحد في المفهوم، وهي مشتعله بتحترق. انا مولع السيجاره بتشتعل وبتحترق، بتاكل في جسم السيجاره، هي هي يعني مترادفات. مترادفات تمام. طب هنا لما بيقول شاهدنا دخان كثيف تمام فاقتربنا، هل هنا ان هي اللي هو التوجه ليه ده؟ هذا صحيح؟ هذا صحيح. هو بيشم ريحه حشيش. لا هو قال شاهدنا في الاول. ايه؟ هو قال شاهدنا دخان كثيف. ماشي. طب ما الدخان الكثيف ده ممكن يكون من الفيب. ماشي. ماشي. هو ما قبضش ولا فتش على اثر الرؤيه. هو اقترب من المتهم فشم. فشم. طب هل التوجه الاول هل ايه؟ التوجه الاولي اللي هو لما شاهد توجه، هو لما توجه بقى هنا هل ده يعتبر بنيه القبض ولا بنيه الفحص؟ ابدا ولا في قبض ولا حاجه. خلي بالكم يا حضرات، سلطان الوظيفه ليس اكراها. سلطان الوظيفه ليس اكراها. سلطان الوظيفة ليس إكراها. كونك تشوفني أنا كضابط تتلعسم تطلع بترمي اللي في جيبك ولا حاجة، إجراء مظبوط. هو ذنبه إيه إن أنت بتتكهرب لما بتشوفه؟ هو حضرتك هنا بتقول إنه شاف دخان كثيف على بعد، لا غضاض، لكن من حقه إنه يتجول في دويرته. قرب منه لا غضاض، شم خلاص. طب هل إجراء النيابة في التحليل على المتهم ده إجراء صحيح؟ ما خلاص ما حضرتك هو بيبعت يعمل الاول عينه بول، لان عينه الدم اجراء تحقيقي، عينه البول تقول انه فيه كده وكده وكده، خلاص يروح للنيابه ويقبض ويفتش وكله. هي عينه سعادتك هو المحكمه الدستوريه قالت بعدم دستوريه اللي نعم بعدم دستوريه يعني التحليل اللي بيتم على المتهم ده، يعني دي فيها على مين قال ده عدم دستوريه ده؟ نعم سؤال تاني معلش اسال براحتك وعلي صوتك. ايه الفرق ما بين السقوط والاسقاط والتخلي الجراثي والتخلي لا جراثي؟ حاضر. زميلكم بيسال ايه الفرق بين السقوط والاسقاط، التخلي الارادي والتخلي غير الارادي. الاسقاط هو التخلي الارادي، تعمد الالقاء، اربعه براوزر لا مؤاخذه، هذا اسقاط. لكن اللي حصل وهو بيطلع البطاقة كده وقعت منه كده اللفافة، هذا هو السقوط، هذا هو التخلي غير الإرادي. فإذا أنت تعمدت الإلقاء، تعمدت الإسقاط، تعمدت التخلي، تلبس، شاف اللي في غلاء الورقة أو ما شافش، لأن أنت تخليت خلاص. لكن في حالة التخلي غير الإرادي ده حكم المحكمة سنة 84 قالت الألفاظ دي، في حالة التخلي غير الإرادي يبقى المفروض الشيء اللفافة في حوزة الشخص لم يتخلى عنها. لكن هنا محكمة النقض فرقت بين أمرين، هل اللفافة سلوفانية تنبئ عن محتواها؟ أقدر أشوف مادة صفرة تشبه العيرون ولا مش عارف مادة بنية تشبه إيه ولا أسود تشبه الأفيون؟ لا خلاص يلتقط ويقبض ويفتش. لكن اللفافة في ورقة ما تقدرش تشوف اللي فيها إيه، ما تقدرش تقف على محتواها، ما زالت في حوزته. القبض باطل، التفتيش باطل. في الواقع العمل بيحصل ولا كده؟ ايوه بيحصل. لكن انا بكلمك قانون، انت معاك الموبايل، التصوير في المكان الاماكن العامه لا جريمه على الاطلاق. الموبايل في ايدك،
تسجل لحد في الشارع صحيح، تصور لحد في الشارع صحيح، انا شفتك دلوقتي بتمسك اخويا وتفتشه، طب ما انا معايا الموبايل اهو اروح مشغله. والفيديو ده محكمه النقض في بعض احكامها قريتها بنفسي دليل. وارجعكم في الحته دي للماده 11 من القانون 175 لسنه 2018 بشان جرائم تقنيه المعلومات. الماده 11 دي اللي صدرت اللائحه التنفيذيه من رئيس الوزراء بشانها 1666 قالت ان الدليل الالكتروني الدليل الرقمي له ذات قيمه وحجيه الدليل المادي. نص واضح جدا. الماده 11 من القانون 175 لسنه 2018 الدليل الرقمي الدليل الالكتروني الدليل الفني له قيمة وحجية الدليل المادي. وحتة تانية عشان تهمكم في التزوير، القانون 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني قال أن المحرر الإلكتروني زي المحرر التقليدي، التلاعب فيه أو اصطناعه يقع تحت طائلة التزوير. يبقى كل ورق بيطلع من الكمبيوتر لو انا لعبت وطلعت الورقه دي اصطنعت شهاده مؤقته ان انا خريج كليه بتقدير جيد جدا اهو، تزوير بطريقه الاصطناعه الكتروني صحيح. البطاقه الفيزا كارت اللي انت بتستخدمها فيها بيانات مقروءه وفي بيانات في الجزء الاصفر او الرصاصي دي مش مقروءه، دي اسمها معلومات الكترونيه، الجهاز هو اللي بيقراها. محكمة النقض قالت على خلاف المألوف، قالت هذا يعتبر محررا زي الورقة التقليدية بالظبط. يبقى لو انت اتفقت مع موظف البنك انه يلعب في الحتة دي ويحط لك شريحة تانية هنا، هذا تزوير في محرر شركات مساهمة. كل البنوك شركات مساهمة او خاصة، مفيش فيها بنوك اموال عامة، دي شركات مساهمة ماشي معايا. فمحكمه النقض قالت ان طبعا على خلاف المألوف، لان في جريمه التزوير زي ما حضراتكم عارفين كذب مكتوب، التزوير كذب مكتوب ينتقل به الفكر منك ليا، وعشان يبقى في تزوير لازم ادركه بالنظر او باللمس، إذا كانت الكتابة مخرمة، إذا كانت بارزة لمن لا يتمتعون بنعمة البصر. ده المحرر. يبقى عشان كده لو جبت كوباية حبر ودلقتها على الكلام ده ضيعته، مفيش تزوير. التزوير فين؟ ألعب في البيان في الكلام ده. لو محيت الكلام ده أو قطعت الورقة دي مفيش تزوير. أسألك عن جنحة إتلاف؟ ماشي. لكن تزوير لا، لان التزوير كذب مكتوب، لازم في حاجه اقراها. محكمه النقض قالت المعنى التقليدي اللي في ذهنكم ده سيبوه، الموجود كمان في الشريحه الالكترونيه تزوير طالما ان فيه مكنه بتقراه. واضح الكلام ده؟ السؤال اللي قدامي، نشرت الصحف من عده سنوات حكم براءه، حكم براءه جاء من فم الاسد، برافو عليه، لمتهمين بعد أن حكم عليهما بالإعدام، وأعتقد أن حضرتك صاحب الإنجاز. هذا صحيح، ده بيفكرني بالماضي الجميل. كان فيه ولد متجوز بنت، أقول لكم القصة دي بسرعة، ولد كان متجوز بنت عمته، وخلي بالكم جدا من حكاية المعاينة، وخلي بالكم جدا من قراية تقرير الطب الشرعي، وخلي بالكم جدا جدا إزاي تناقش الطبيب الشرعي. الولد ده اتجوز بنت عمته، تزوج بنت عمته، بعد شهرين قالت الولد ده ما يلزمنيش، ايه المطلوب مني؟ قبل الخلع تطلقها، حاضر بس ادوني شويه العزاويره اللي انا جبتهم اتجوز بهم واحده ثانيه، انا كان عندي نص فدان وقاعد اخرج بره يا ابن البتاع. مره واثنين وثلاثه قال لهم وحياه دي لا اولع فيكم، وما كدبش خاطر. جه في يوم جاب جيركن بنزين
وهم ساكنين في فيلا في الدور الثاني. الراجل الزوج رب الاسره عنده محل بيروح يفتح من 7 الصبح. زوجته بتاخد جارتها وتنزل تجيب فجل وجرجير وبطاطس ولوبيا وكلام من ده. وهي جايه خدت جارتها ودخلت البيت عندها، قعدوا على الكنبه اللي ورا الباب وخلوا الباب شويه موارق. الواد عمل ايه؟ راح داخل سكب البنزين، درع البنزين بالولاعه وراح مولع. هو كان مايل، متصورين؟ فشوف بقى الطب الشرعي، الجزء ده من الركبتين للسره اتحرق جدا، اتدمر. اللي تحت واللي فوق شعوطه. بعد كده اتولع فيه، راح داخل جوه على اوضه النوم. طليقته حضنها عشان يولع فيها. اختها، اخوها. فراحوا العيال رامين المراتب من البلكونه وراحوا قافزين فوق منها. وهو وراهم. بس هو ما نشنش. فوقع على ركبه. حصل نزيف داخلي. لما جت الاسعاف تاخده، ده الكلام على لسان المسعف بقى، الله يخرب بيتك يا عم علي، الله يخرب بيت ابوك يا عم علي، انا ايه اللي حصل عشان تطعني بالمطوه وتدق عليا البنزين وتولع فيا؟ ضربوا بالمطاوي بالسكينه وسكبوا ايه؟ البنزين. في يومها الشرطه جابت الاب والام والكلام ده، قالوا الكلام ده وهو اللي ولع في نفسه روح. لكن رئيس قسم الحروق تقدم ببلاغ بعد اسبوع. قال ده المسعف قال وقال وقال وقال، قال خلاص هات الولد ده وابوه كله نساله. وكان الولد في ثالثه اداب فرنساوي في بنها. صدر حكم بالاعدام. صدر حكم بالاعدام. وكانوا الاولاد دول حد يعني اقارب احد الساده وزراء في وزارات سياديه. فكلفنا رئيس الجامعه اشتغل القضيه دي. كل المطلوب انهم ياخدوا مؤبد ما يتعبوش. ده كل المطلوب. فخدت الملف بتاع القضيه ورحت لاصدقائي اساتذه كليه الطب عين شمس، عندهم وحده استشارات لو تحبوا تبقوا تروحوا تاخدوا منهم بالختم الرسمي. ناقشتهم في الموضوع. قالوا احنا ما عندناش كلام نقوله، بس ركز جدا في مناقشه الطبيبه الشرعيه على الطعنات دي. رحنا قدام، عملت طلب النقض، نقض الحكم ورجع، ورحنا قدام المحكمة. القاضي أول ما شافني، بتتكلم في إيه يا دكتور؟ دي فيها إعدام. قلت له يا فندم اسمحني 5 دقايق. عاوز الطبيبة الشرعية. كلامها واضح. عاوز الطبيبة الشرعية. يجيب شمال يمين الطبيبة الشرعية. جت في الجلسة اللي بعدها الطبيبة الشرعية وكانت حامل. قلت لها يعني أنا بشفق عليكي مش هوقفك كتير. بس لقيت رئيس النيابة قاعد متنمر، تخلي بالك جدا. يقدر يشتغل اشارات بقى، يعمل كده يعمل كده كده كده. قلت له بس تسمح معليك انها تيجي على شمالي كده. ليه؟ قلت له من غير حاجه بس عشان يعني كده تبقى اقدر اوجه لها الاسئله. لما وقفت جت. اللي حصل ايه بقى؟ ان هما الولد بقى والمسعف بيقول سكبوا البنزين من فوق. وراحوا مولعين فيه. وطعنوه بالسكينه. يبقى الكلام بتاعي مع الخبيره مع الطبيبه الشرعيه، قلت لها انت اللي شرحت الجثه دي؟ قالت نعم. قلت لها انت شفت في طعنات هنا؟ قالت نعم. قلت لها مصارير الولد ده خرجت؟ قالت ايوه. فيها تفحمات؟ قالت لا. يعني كانت مفعصه. قلت لها اخر سؤال، اوصفي لي القطعين دول. قالت لي جرحين مستوي الحواف. هو انا لما باجي اضرب واحد بسكينه بقول له بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، انتباه، ايدك في جنبك، واروح ضربه ده كده كده. فقلت لها وبما تفسري ذلك؟ ايه بقى المستويين دول؟ قالت لان الولد ده لما وقع حصل عنده نزيف ففتحه هنا عشان يشوفوا الدم ده جاي منين. بس انا شاكك افضالك خلاص يا فندم. لما تبص في التقرير الطب الشرعي، الولد لو كان البنزين هنا كان حصل وحصل، ده حريق من الدرجه الاولى، دمر جزء من الركبتين للسره. تصوير الام عمته
مظبوط. لو انهم طعنوا واتسكب البنزين من فوق وولعوا فيه ومصارينه طلعت يبقى كانت لازم تتفحم. الثالثه مش ممكن اقول الكلام ده اللي حصل متوقع. المحكمه اقتنعت وقضت بالبراءه. وجات القضيه دي في البيت بيتك ومش عارف ايه. حضرتك فكرتني بقى، بشكرك جدا. لكن تركزوا جدا على تقرير الطب الشرعي، لانه دايما بيقوم على الاحتمال، لا يجزم لا يقطع. وللاسف احكامه النقد بتقول لقاضي الموضوع هو الخبير الاعلى ويجزم بما لم يجزم به الخبير. طبعا ده كلام يعني مش دلوقتي، الكلام ده كان احكام قديمه زمان، لكن مع التقدم العلمي وتطور التكنولوجيا دلوقتي شوف كانوا كده. كنت متوقع حكم البراءه؟ كنت متوقع الحكم؟ لا، انا كان هدفي حضرتك في القضيه دي ان الاولاد ده الراجل وابنه ما يتعبنوش، لان الولد كمان اللي في ثالثه اداب ده لما صار دور حكم الاعدام اصيب بما يسمى بحرقه الدم. وانت لغايه الوقت ده ما كنتش اعرف حرقه الدم يعني ايه. لكن بعدها بسنتين ثلاثه وانا في الكنترول في الكليه عندنا بنجيب اساتذه من كليه الزراعه والعلوم والاداب والتربيه يعملوا معانا النتائج وكده. ففي دكتوره اقدم لها الاكل ما تاكلش، اشربي ما تشربش. فقلت لزميلتها لا هي زعلانه منا، هي بتقرف، دي قاعده معانا 12 ساعه ما بتاخدش حاجه. قالت لي اصل عندها حرق الدم. ايه حرقه الدم دي احكي لي؟ قالت لي دخلت البيت بتاعها لقت زوجها مع الخادمه على فراش الزوجيه. فلما تيجي تاكل لما تيجي تشرب لازم تكون لا مؤاخذه قدام الحمام كده 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 على طول. ادي حرقه الدم اللي جت الواد ده. لكن كان كل هدفي مهمتي ان انا استعطف المحكمه واتكلم في كله يبقى مؤبد ما يبقاش اعدام. لكن جت في الاخر براءه للكلام اللي انا قلته ده. هنا في حاله استيقاف شخصين، احدهما في حاله الاستيقاف قام بالقاء مطوى وأثبتت عليه بحالة تلبس، بينما الشخص الآخر ليس في حالة تلبس ومعه أشياء شخصية. ما هذه الحالة مسموح بتفتيشه؟ بل أنت سألني حتى في غاية الأهمية. تكتبوا عندكم أن محكمة النقد المصرية امتنعت عن تطبيق الفقرة الثانية من المادة 35 إجراءات جنائية، كما امتنعت عن تطبيق المادة 49 إجراءات جنائية. انتوا أعلم مني اللي بياخد بعدم الدستورية هي المحكمة الدستورية العليا. لما قضت قبل كده سنة 86 تقريبا بعدم دستورية المادة 47 إجراءات جنائية اللي كانت بتعطي لمأمور الضبط القضائي تفتيش المساكن في حالة تلبس. مأمور الضبط القضائي دلوقتي ما يقدرش يفتش المسكن في حالة تلبس، لكن يقدر يتتبع المتهم المتلبس إلى داخل مسكنه. الولد قاعد قدام الباب بيدخن حشيش، أول ما الضابط جه دخل وراح قفل الباب ومتلبسه، اكسر الباب وخش وهاته من قفاه، هذا صحيح. لكن يفتش البيت؟ لا. انما لا اسلاح على الحائط تلبس برضه ما يفتش البيت. محكمه النقد ما بتاخدش بعدم الدستوريه. لما المحكمه العليا بتاخد بعدم دستوريه نص لمخالفه للدستور زي الماده 47 دي، هذا النص يلغى، ما عادش موجود في قانون العقوبات. انما محكمه النقد لو لقت ان هذا النص يخالف الدستور لا تاخد بعدم الدستوريه، ولكن تمتنع عن تطبيق النص. يبقى دي رقابة تعطيل. المحكمة الدستورية العليا رقابة إلغاء. إيه المادة الفقرة الثانية من 35؟ عشان كده عاوز أقول لحضراتكم أوعى حد يفكر فيكم يقرأ أي مراجع خاصة في الإجراءات الجنائية بعد قبل سنة 22. هتلاقي الكلام اللي قلته كله دلوقتي غلط، لأن الكلام ده مش موجود. الفقرة الثانية من المادة 35 كانت بتقول لمأمور الضبط القضائي إذا توافرت لديه دلائل كافية على أن المتهم يحوز شيء تعد حيازته جريمة
أن يتحفظ عليه ويستأذن النيابة في إصدار إذنها بالقبض والتفتيش بالقبض. ده هنا خرج عن الخمس حالات اللي بقولهم. توافر دلائل كافية مهما كانت قوتها لا تبرر القبض أبدا، فقضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من 35. والمادة 39 كانت بتقول لو أنت يا مأمور الضبط القضائي خدت إذن ورحت تفتش زيت ولقيت عبيد بقى جنبه وعبيد فيه دلائل كافية إن هو الشيء تعدي حاسب جريمة فتشه. 49 اتلغت. يبقى في الحالة بتاعتي في السؤال ده الولد ده لما دخلت على الاثنين واحد منهم رمى المطوة، حالة تلبس، الجريمة شخصية، المسؤولية شخصية، العقوبة شخصية. أفتش اللي واقف معاه؟ طب على أي أساس؟ أنا عندي خمسة، تلبس مفيش، إذن مفيش، رضا مفيش، حكم واجب النفاذ مفيش، أمر بالضبط والإحضار مفيش، يبقى صفر. ده منطق قانوني مجرد. أنا رسبت لك خمس حالات امشي عليهم مش هتغلط مطلقا، لأن أقسم بالله عشان أوصل لهم قريت مئات الأحكام لغاية لما وصلت للكلام ده. يبقى حضرتك بتسأل اللي ألقى المطوار، المطوار سلاح أبيض معاقب عليه بالحبس أكتر من 3 أشهر، يقبض ويفتش. تمشي في الشارع تتعاطى الخمور معاقب عليه بالحبس أكتر من 3 أشهر، تقبض وتفتش. تقود سيارتك من غير رخص تسير أو قيادة حبس أكتر من 3 شهور، يقبض ويفتش. تمشي من غير لوح معدنية، تقبض وتفتش. تمشي في الاتجاه المعاكس، تقبض وتفتش. لأن دي كلها جرع معاقب عليها بالحبس مدة أكتر من 3 شهور. خلي بالك جدا. حضرتك فهمت السؤال ده؟ عندك أسئلة تانية؟ عندنا بس عايزين نكمل معاليك زي ما كنت مكلم. احنا كنا لسه بنتكلم على ما اتذكر اتكلمنا عن تعريف نعم خمس حالات اللي حضرتك بتاع اليوم دلوقتي التلبس. نعم حضرتك الخمسه بس هنكمل الخمس حالات. التلبس، ايوه، الاذن بالقبض والتفتيش، ارضاء المتهم، ارضاء المتهم خلاص، صدور حكم نهائي واجب النفاذ. بس نهائي دي برضو يعني حط تحتها 20 خط، لان الحكم الصادر بعقوبه في جريمه سرقه غيابه من اول درجه ما هوش نهائي ولكنه مشمول بالنفاذ المعاقب. كذلك لو كانت في قضيه دعاره مشمول بالنفاذ المعاقب، يعني لو هيعارض يخش ينفذ الاول. يبقى مامور الضبط القضائي لو جابه وعليه الحكم الغيابي بتاع جريمه السرقه دي يقبض ويفتش، ماشي كده؟ يبقى تلبس، اذن، رضاء، حكم واجب النفاذ، بس واجب النفاذ يعني تخليها من قوسين كده، والاخيره صدور امر بالضبط والاحضار. لا يجوز القبض والتفتيش ابدا 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 الا في احدى هذه الحالات الخمس. لا تفتيش وقائي ابدا 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 الا في 37 و38. التحفظ من العوام في جريمة التلبس في الحالة الأولى أو من رجل سلطة عامة في أي من الحالات الأربعة. يفتش وقائي. طيب احنا اتكلمنا عن تعريف التفتيش واتكلمنا عن حالات التفتيش وإنها واردة على سبيل الحصر. شروط التفتيش بقى 3: أن يجب التلبس سابقاً على اتخاذ إجراء تحقيق. يعني مش تقبض عليه وتفتشه وتجيب المخدر وتقول تلبس، لا، ده انت تقيه في حال التلبس الاول ثم يليه القبض والتفتيش. يبقى لابد ان تضبط الجريمه في حال التلبس اولا. 2: ان يكون التخلي اراديا. لما يقف قدامك مامور الضبط القضائي يقول لك طلع اللي في جيبك، طلع اللي في جيبك، طلعت له المخدر اديته له، التخلي غير إرادي. وأنا بذكر لكم كده برضو من الحاجات اللي كانت في ذهني، محل كده، محل ما بيبيع ملابس ستات، والراجل صاحب المحل ده كتير قليل الأدب لمؤاخذة، مركب كاميرات جوه. طبعا تركيب الكاميرات دلوقتي بالمادة 22 و23 من قانون المحل العامة بقى إلزامي بالمناسبة دي.
وعنده مكانهم جوه الستات تقيس فيهم. هو الولد صاحب المحل ده عامل علاقه مش مظبوطه مع بنت من البياعات اللي عنده دي. يقول لها لما واحده تخش في الاوضه دي تقيس الملابس وتعجبني اعمل لك اشاره ترتبي نفسك معاها. ترتبي نفسك معاها. الست دي لما جت دخلت المحل جوزها كان معاه عربيه 132 واقف قدام المحل وركن على العربيه. لكن شاف من بعيد في شاشه قدامه جايبه اللي بيحصل كله. فالست طبعا جوزها موقوف واجد بقى بره، يعني حتى لو ايه باللازم مش هيبقى في الوقت ده. فالست صرحت. فالبنت قالت لها اسمعي بقى ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. الحتتين اللي انت لبستهم دول خلوهم معاك ومبروكين عليك. ولبس اللبس بتاعك. الست عملت كده. طبعا رجل اعمال اتصل برئيس المباحث في ثواني جه. والست واقفه وزوجها واقف. وضابط المباحث لما نزل من البوكس والست واقفه يعني هتطلعي ولا لا؟ اهو ده تخلي غير اراده. الامثله اللي بقولها دي مش فزلكه، الاسئله دي عشان لما تفتكرها تطبق القاعده على طول. الشرط الثالث ان يكون التلبس ان يكون كشف التلبس بطريق مشروع. تنصت لا. تجسس بالنظر بالرؤيه لا. وفتحه المفتاح اللي قلت عليها قبل كده المفتاح كان زمان سيخ حديد قد كده، الفاتحه قد كده. يبقى لما نقول الكلام ده ما تقولش الدكتور اهبل وبيقول في اي حاجه، لا، الكلام ده موجود محكمه النظر قالته وكان له صدف وقتها. يبقى لابد من توافر ثلاث شروط عشان يكون التلبس صحيح. اذا ما تحققت احدى حالات التلبس تنشا لمامور الضبط القضائي القبض والتفتيش بلا حدود. بلا حدود. هيدور بقى عن الملابس ولا عن المخدرات ولا عن السلاح ولا عن العمله المقلده ولا الاوراق المزوره، كله 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 صحيح. انما في حاله الاذن والاذن فقط له حدود. انت بتفتش عن ايه؟ عثرت عليه؟ خلاص. ما عثرتش لكن تجاوزت المكان اللي ممكن ان يكون موجود فيه؟ تجاوزت. يبقى زي ما قلت ما تدفعش هنا ببطلان القبض والتفتيش، لا، ادفع هنا ببطلان اجراءات التنفيذ. واضحه الفكره دي؟ ده التلبس اللي هو الاجراء التحقيقي الاول الذي يملكه مامور الضبط القضائي، ولازم هو اللي بنفسه يدرك، لازم يشم بنفسه او يشاهد بنفسه او يسمع بنفسه. المهم يكون في احدى الحواس وتكون اثار الجريمه باديه. جريمة قتل لما وصل هناك لقى الدم بينزف، يبقى لسه القصة صبحة طازة. لكن لو بيتجلط ها، لكن ناخد في بالنا مرض السكر بيعمل سيولة في الدم. في مرض اسمه الهيموفيليا بيصيب الجمال يخلي رجل البني آدم كده. الراجل ده لو اتجرح اللي عنده الهيموفيليا ده بتنه ينزف 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 لغاية لما يموت. فعشان كده في الحالة دي تطلب التذكرة العلاجية الحالة الصحية للولد ده عشان تقف عنده حالة تخلي فيه سيولة ولا لا، عشان تقول السيولة دي كانت تحقق على الجريمة في حالة تلبس أو ما تجعلش. عشان كده بقول لكم دايما حضراتكم ما تركزش في ملف القضية فقط، اخرج بره وفتش عشان تقدر تلم الموضوع صح. أي أسئلة؟ في حالة القبض على أنثى في الشارع أمام العامة وتفتيشها بواسطة إسنان من مأموري الضبط القضائي وإرغامها بالخروج من سيارتها والركوب معهم باستخدام العنف. أيوة يعني هي كان معاها إيه؟ طيب كيف يمكنك إثبات ذلك؟ صعب الإثبات إلا إذا كان معاك الموبايل وعلى طول عمال تاخد صور. وهل يمكن تصور ذلك بكاميرا التليفون الشخصي؟ هذا صحيح. الفيديو اليوتيوب له دلالته في المادة 11 من 175 لسنة 2018. إنما بمناسبة تفتيش الأنثى دي بيقولوا محكمة النقض بتقول الأمر يتعلق بالنظام العام، لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى. هذا في الأماكن الحساسة من جسم المرأة. وشها
مش مناطق حساسه. يعني لو حاطط المخدر في بقها اروح ضارب صباعي وطلعها، هذا صحيح. ملكه المخدر في ايديها اعضها واطلعها، حطها في الحذاء، ودي كانت واقعه فعلا في طريق مصر اسكندريه طلع شاطر الحذاء بالجزمه طلعت المخدرات، هذا صحيح. لكن يحط ايده هنا يروح في 268 و269 على طول مش هيشوف الشمس تاني. هي لما شافته راحت حط المخدر كده في صدرها، اقف لازم واحده ست. بس شوفوا بقى الكلام اللي قالته محكمه النقض، وانا بعقب عليه كفقه. محكمه النقض قالت لا يجوز تفتيش الانثى ولو برضاها، ولو برضاها، صحيح. لغايه سن 18 سنه ليس لها رضا يعتد به، لكن ماذا لو تجاوز السن 18 وقالت انا موافقه اتفضل فتشني، هذا صحيح. لان الست لو ارتضت بوقوع افعال هتك الارض عليها قبل الشخص ولا مؤاخذه في الكلمه قلعت ملابسها بناء على طلبه، هي اللي قالت كده براحتها، ايه هل في جريمه؟ برضيتها طالما بلغت سن 18، تجاوزت 18 بيوم خلاص. يبقى هنا الست المتهمه دي لو تجاوزت سن 18 ليه ما اقدرش افتشها برضائها؟ اذا كان رضائها في الوضع الحادي في الوضع العادي لا يشكل جريمه. يعني ما بلغ سن 18 تقول لك براحتك اهتك عرض بشكل براحتك مفيش فيها جريمه، يبقى من باب اولى. يبقى محكمه النقض لما تقول حتى برضائها باطلاق القول على واهله بالشكل ده مني انا كفقه محل نظر. السلام عليكم. بالنسبة لوضع كاميرات الشقة المفروشة جوه ولا بره؟ جوه براحتك، لكن ممكن مثلا عندي شقة هنا في مصر الجديدة الراجل اللي جنبي حاطط كاميرا بره، أهلا وسهلا. لأن الطرقة اللي بين الشقق والسلم والبدروم والمدخل مكان عام، مفيش فيه مشكلة خالص. لكن لو سلطت الكاميرا الزوم تجيبك وأنت في الحمام ده هتكيرت، ده انه في مكان خاص. صورت في مكان خاص جريمه، سجلت في مكان خاص جريمه، لكن بره لا. من وجهه نظري ان الدفاع عن المتهم واستغل ثغره قانونيه وطلع براءه وهو فعلا قام بالجريمه كده اخليه بمبادئ المحاماه واعتزلتها حرام يا اخي. يا أخي أولا أنا شخصيا بشتغل ورق، قتل ما قتلش، اغتصب هتك العرض، زور ارتشى، ماليش دخل. الورق اللي قدامي ده أقدر أوظفه وأخرج الولد ده ولا لا؟ أنا شخصيا كده، لأن أنا دخلت كلية حقوق عشان أبقى محامي، لا بقى وكيل نيابة ولا قاضي ولا كان، ما كانش في ذهني، لأن والدي راجل مزارع ما كنتش أتصور أبداً إن هبقى في مركز معين في يوم من الأيام. إنما المحاماة لها أساس في القرآن، ولها أساس في السنة، ولها أساس عند السلف. والكلام ده أنا سمعته بودني لي مع أستاذي وصديقي وراس وتاج رأسي المرحوم الفقيه رجاء عطية. ده كاتب وأديب وعنده مؤلفات رهيبة في الشريعة الإسلامية. وأنا في مرة معاه في طنطا بنشتغل قضية أموال عامة مع بعض، طرق السؤال ده، قال لي يا جميل أنت مجنون، إيه حرام وحلال ده؟ أنا بشتغل ورق، إذا كان قيمة وقامة دينية كبيرة زي ده بيمارس هذا العمل، كان أنت تقول إنه حرام؟ لا، ده لو أخذها يبقى أسرة دي اللي مش عارف تشتغل. عدم جواز الطعن على أحكام محكمة الجنايات إلا بطريق النقض، ألا يخل بمبدأ التقاضي على درجتين؟ محكمة الجنايات حتى اللحظة دي درجة واحدة. دستور 2014 قال يبقى فيه درجتين. لكن الدستور ادى مدة 10 سنين، دول لسه هيخلصوا في 2014. لو ما عملش في 2014 قبل 10 سنين ينتهوا تبقى تتكلف عدم الدستورية.
لكن انا دلوقتي بقولها وبكل قوه، اللي بيحصل في الوقت الحالي في اجراءات التقاضي ليست صحيحه. معظم الدول العربيه فيها التقاضي على درجتين، ورحت اترفعت في الكويت مره واثنين وثلاثه واربعه درجتين. كونك تقول ان محكمه النقض تبقى درجه واحده، درجه واحده، اذا نقضت تحدد جلسه نظر الموضوع كلام لا يستقيم على العقل والمنطق. محكمه النقض فيها كام دايره؟ 30 35 40 دايره، عند 27 محافظه، كل محافظه فيها 10 15 محكمه جنايات، كل محكمه بتصدر 3 احكام بس في اليوم ادانه. ال 3 في 15 في 27 هيديك مجمل الجنايات اللي تيجي تعرض قدام محكمه النقض كل يوم. هل تقدر محكمه النقض تنقض الاحكام دي وتحدد جلسه نظر الموضوع في كل الكلام ده؟ لا تكليف بمستحيل، لا تكليف الا بمستطاع. هل وضع كاميرات في مكتب المحامي تعتبر دليل قاطع وبرهان ساطع؟ يا اخي انت محامي جديد، يعني دليل يؤخذ في حاله الاختلاف؟ هل دليل اثبات؟ طبعا دليل اثبات. انت حطيت كاميرات عندك وضحكت على الموكل بتاعك، قلت له ده انا هجيب لك براءه وادفع المليون جنيه، والمحامين احيانا في البعض منهم ما بيعجبنيش، اقسم بالله في حياتي ما قلت لواحد هجيب له براءه. القضيه فيها شغل بقبلها وبقول له كده، القضيه فيها دفاع اقول، لو ما فيش فيها دفاع زي القضيه بتاع الولد بتاع الطبيب بتاع الساحل لا يمكن اقبلها، لان لو قابلتها هقف قدام المحكمه كده انتباه، اتكلم ما ردش، اتكلم ما ردش، اللي بعده امشي. كلام ما ينفعش. لكن في شغل في القضيه اقبلها واقول له، انما اول ما يقول لي براءه او هطعن بالنقد وتجيب لي براءه اقول له اتفضل براءه. لو واحد قال لك كده روح معاه، تكون واضح جدا. لكن ماذا لو انا قلت له هجيب لك براءه وخد ادانه؟ لو جه قال لي انك كذاب انا عندي حل واحد، ارمي نفسي من الشباك. خليكم حضراتكم واضحين، لازم تطلع الدور الثاني بالسلم درجه درجه، مش هتحط رجلك في الارض والرجل الثانيه في اخر درج السلم، مش هتيجي تتدرب في المكتب عندي ويبقى عندك عربيه ازاي وتلبس بدل ازاي ويبقى عندك فيلا ازاي، لا هيبقى عندك بس مع الوقت. ها ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اسعى اشتغل وبعدين نديك. فلا داعي ابدا من حد من الزملاء مع احترامي للكل انه يغرر بالموكل باي شكل. وخلي بالك لو اصريت على كده هتجيلك قضايا بالهبل والكل هيثق فيك طالما انك بترافع صح. انما تقبل قضيه ما فيهاش شغل غلط، تقول له هديك براءه غلط. واللي ما يعجبنيش اكتر بقى والخطير في الامر ان في قضايا المخدرات المحامي ياخد القضيه مقطوعيه، ادوني مبلغ قد كده هطلع لك الراجل ده، ويروح يعمل تلغرافات برقيات تلغرافية مضروبة. وأنا بترافع عن أحمد المغربي اللي كان وزير السياحة في الأحداث بتاع 2011 في محكمة جمال القاهرة، الرول بتاعي جه فيه محامي قبله. وبرضو حضراتكم لازم تكونوا عارفين اللي قدامي القاضي ده رمز، وكيل النيابة رمز، الجند اللي في الشارع ده رمز. اول ما يقول له الرخص بتاعتك افتح الباب وانزل، ما اقولش ده انا الدكتور ده انا العميد ده انا الكلام ده كله، لا. المحامي في اليوم ده قدمت تلغرافات، فين هي؟ ما ردتش عليا ليه؟ اتاري المحكمه قامت بواجبها وكلفت وكيل النيابه انه يشوف التلغرافات دي مصيرها ايه. فالنيابة جت في الجلسة وقالوا له قبل ما يخرجوا بره ده كلام تهريج، مفيش حاجة خالص، ده كلام مضروب. المحكمة محترمة جدا قالت خلاص ما نتكلمش في الموضوع ده. لكن هو بقى لما قال كده وعلى صوته واتنرفز، وكيل النيابة دي ملهاش أساس، حطه في القفص سنة. تعالى اترفع عن اترفع عن مين؟ ده أنا كنت قاعد بقول يا أرض اتشقي وخديني في لحظة. كلام مش صح. موقف تاني في محكمة شمال برضو قريب جدا، وكان الدكتور عبد الرؤوف مهدي كان موجود في الجلسة دي، واحنا وفي محامين قامات منكم موجودة، وجه محامي صغير قدام القاضي
اتفضل يا استاذ. قال له اطلب اجل للحضور الاصيل. اتفضل يا استاذ اطلب اجل للحضور الاصيل. فالقاضي قال له الرول اللي قدامي بيقول ثلاث مرات قبل كده اجلت الحضور الاصيل. اما كانش كده هتترافع ولا تندب له حد. راح قايم المحامي الاصيل من وسط القاعه. يعني الكلام ده يعني بيوجع لي قلبي لانني محامي. ها ما ينفعش كده. يا ريت تاخد الكلام ده في اعتبارنا. ماشي يا فندم. شخص محكوم عليه بحكم غيابي ثلاث شهور مع النفاذ، والحكم مخيط بدفتر التنفيذ بالاسم والرقم القومي، وعند قيامي بتصوير القضية لا يوجد اسم المتهم بالقضية، وإنما تم تحرير المحضر من الشاكية دون اتهام أحد، وصدر الحكم في شهر كذا 2022. هناك قضاء ولكن يمكن طلب البراءة من المحكمة لعدم وجود اسم المتهم بالمحضر ولا يوجد صورة الحكم. فأنت تعمل طبعا تعمل هنا معارضة وتقول للمحكمة وروني من هو الاسم بتاعه هنا. أمر سهل جدا، تعرف في الحكم وفورا هتاخد براءة. إنما أنا معرفش لغاية دلوقتي مش مقتنع إن يحصل الكلام ده. وخلي بالكم من نقطة برضو بقولها للسادة المحامين، من إجراءات المحاكمة المهمة جدا في التزوير لازم المحكمة تثبت كده في محضر الجلسة إنه تم فض الحرز بعد التأكد من صحة بياناته وسلامة أختامه. وعرضنا المستند الأول عبارة عن إيه والتاني إيه والتالت إيه، ويثبت في محضر الجلسة. وبعدين يطلع المتهم ودفاعه لأن ده فيه أدلة جريمة التزوير، من غير ده مش موجود. لو ما جاش ده قدامك يبقى الإجراء بطل. أنت بتحكينا على إيه؟ وأنت لو عملت لي جنحة إصدار شيك بدون رصيد وجيت قدام المحكمة قلت أنا بطعن بالتزوير على التوقيع المزيل به هذا الشيك وعلى المدعي بالحق المدني تقديم أصل الشيك، ما قدموش، المحكمة تقضي بالبراءة مش كده ولا إيه؟ لأن شواهد التزوير موجودة هنا. ودي قابلتني قريب وفي جنحة تزوير تافهة، بس البنت واخدة في أول درجة 6 شهور. طيب أنت زورتي؟ لا. في كلام من ده؟ لا. أنت متأكدة؟ لا. لو كان كده مش هروح معاك. مفيش. فجيت قدام المحكمة وقلت لهم أنا عاوز ضموري الحرز ده، ضموا الحرز طالع عليه. فقالوا طيب صرحوا لنا وروحنا للنيابة. ما ضموش الحرز. ما ضمتوش الحرز ليه؟ قال يا أستاذ لازم تفهم، طالما ان احنا احلنا القضيه للمحكمه ملناش علاقه بها. قلت له ما هذا صحيح، انت بتعرف الماء بعد الجهد بالماء. انا كقاضي ما اقدرش ارجع لك الملف عشان تجري اجراء تحقيقي فيه تستكمل حاجه، ما ينفعش. لكن دلوقتي هات ان المتهم ده بمخدرات وقالوا مسكوا معاه 10 طلب حشيش في جيوب الجاكيت اللي بره، وجه في الجلسه قال يا محكمه هات لي الجاكيت البسه قدامكم و10 طلب احطهم قدامكم عشان نشوفوا يبقوا واضحين ولا لا، هتعمل ايه؟ قال اضم الحرس. قلت له يا حلاوه، طب مش معنى هنا ما نضمش الحرس؟ فاهمين؟ لما جه القاضي يتكلم قلت له يا فندم احنا طلبنا الحرس ما جاش، انا مصمم على ضم الحرس. اترافع. قلت له بلتمس البراءه لعدم وجود ملف الحرس في اوراق الدعوه، واثبت لي ده في حضر الجلسه عشان اعمل طعن. الحته دي لازم تقفوا عندها جدا، لأن شفت ولد غلبان من أسبوع واخد 15 سجن مشدد في تزوير محرر رسم واستعماله، واللي اتعرض عليه في الجلسة كان تقرير أبحاث التزييف والتزوير. المحرر المزور مش موجود. حضراتكم الحاجات دي حضراتكم تفهموا فيها إداريا أكتر مني، نخلي بالنا يا ترى منها. فدي حضرتك أنت تعمل معارضة وزي ما قلت كده، لكن الأمر سهل. أقرب كده مش هقدر أسمع بقيت عنك. حطيتهم مع بعض بالظبط كده. فانا لما قريت المعمل الكيماوي لقيت مكتوب فيه هو مظروف ابيض تمام في العينات على طول، بس ما كانش فيه العلبه البلاستيك. هل ده في اختلاف؟ يعني هل ده يبقى كده في تناقض؟ يعني حكايه الحرز وفض الحرز امر متروك لتحضير المحكمه، لكن لو حضرتك
التلات قطع اتمسكوا مع تلات متهمين وانت حطيتهم في مظروف واحد عشان يجري تحليلهم هذا خطأ لان ممكن المعمل الكيماوي ياخد العينة من القطعة الاولى ليخش من التانية والتالتة بدليلة الكمية اللي اخدها سنتيمتر بسيطة ما تقولش انه خد من التلاتة هنا التقرير باطل على طول ولا يعول عليه انما حضرتك هتقول ما تم ضبطه ليس هو ما تم عرضه على النيابة ليس هو ما تم عرضه على الطب الشرعي على المعمل الكيماوي مسألة تحضيرية لكن برضه لما يتحرز 1000 قرص وتلاقيهم 750 فيها كلام يا ريس معلش يعني هو النيابة مثلا حطيتها في ايه النيابة حطت الحرز ده في علبة ال ام ازرق تمام فضت الحرز لا حطيته في علبة ال ام ازرق عشان خاطر يتباعد للمعمل فلما راح المعمل العلبة ال ام مش موجودة هو مظروف ابيض بس مش هل ده برضه يعتبر في اختلاف كده لكن النيابة نظرت والنيابة وزنت ايوه لكن انت برضو حضرتك هنا القصه مش قصه ان مش في ال ام ورقه في مظروف لازم تقول لي ايه المراد من كلامك هو عاوز توصل لايه هو قصد معلين اللي راح تشوف نعم ايه اللي خلاني متاكد ان ما تم تحريزه مش تم فحصه يا فندم حط في النيابه والنيابه مظروفه هو اللي موجود في مش هو اللي اتفحص يعني اعتقد ان دي مساله محل شك لكن تقديرها متروك للمحكمه لان حط في اعتبارك انها في الاول وزنت والكمية معروفة لكن عاوزك تمسك في الحتة دي خدوا عينة من أي واحدة من التلات قطع دول إذا تمسكوا مع شخصين أو ثلاثة يبقى أنت عينة الجزء بتاعك ممكن تخص المتهم الأول لكن ما جاش يمت التاني والتالت إنما الأمر في الحالة بتاعتك دي متروك لتقدير المحكمة وسيادة العميد أظن لما الحرز راح من النيابة بعد ما اتوزن واتفحص واتبعت الطب الشرعي مش هو اللي راح لأن كان رايح في علبة ام زرقاء وبعد كده وجد في مظروف أبيض يعني كان في مظروف والأوف ال ام او العكس المادة 54 اجراءات جنائية واضحة جدا ان اجراءات التحريز اجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان تشيله من دي تحطه في دي ما تفرقش يعني دي حتة ضعيفة لكن برضو تمسك بقى في المحكمة عندما يأتي مأمور الضبط القضائي ويطلب تفتيش المنزل او الشقة أو الشقة وأطلب منه أن أرى إذن التفتيش ويرفض أن يريني الإذن هل أمتنع وأرفض التفتيش ولا لا خصوصا وأنه غير ملزم أن يعرفني أو يعرض علي الإذن ولو تركت يفتش هل هذا يعتبر رضاء أم لا حضراتكم فهمتوا القصة دي أنا أحكي لكم قضية بقى في الحتة دي ولد صعيدي جوز بنت مزة كده لولا من المنصورة مزة بعد سنة كده الاثنين اختلفوا الولد صعيدي ما ينفعش فحصلت خلافات طردها ورجعها 20 مرة في المرة الأخيرة راحت المنصورة جابت أمها وأختها وجوزها خبطوا على الباب فتح قعدوا يتناقشوا في اللي حصل أخت الزوجة في وسط الكلام استأذنت أنا هنزل أتصل أعمل تليفون خاص نزلت تحت اتصل بالمباحث فلان الفلاني جوز أخته جوز أختي خطفها وخطفني وخطف أمي المباحث جت ركزوا جدا معايا فتح الباب أنا لك يا فادي نعم نفتش المنزل ده في خطف قال له معاك اذن؟ قال له لا، قال له بتخش الشام. تخش هنا ما تخش الشام. الزوجة راحت قايمة واقفة. اتفضل. تعال. خش. وراحت واخدها على أوضة النوم. شيل المرتبة كده تربة حشيش. تعال الحمام هنا، ده صعيدي. اطلع كده شوف البتاع اللي هي الصندرة دي طلع بندقية آلي. يبقى كان عنده بندقية آلي وعنده مخدرات واحدة في قصر النيل والتانية في شمال اللي أنقذ الدنيا دي كلها لما البنت اللي هي أخت زوجته لما اتسألت قالت هو اعترضهم يدخلوا هي دي المفتاح واللي انتهت في القضية الزوجة وكيلة للزوج في حالة عدم وجوده إذا وجد الماء بطل التيمم
يبقى كونها بتقول له تعالى عشان ترشده من غير إرادة زوجها الإجراء ماله باطل وصدر براءة هنا وهناك. أعتقد إن هو ده السؤال. علي صوتك أهو. نعم؟ هو فاصل بقى ممكن صدر صدر اسم بالضبط والتفتيش على فلان الفلاني. تفتيش شخص والضبط عليه وتفتيش مسكنه والكائن بالفلان الفلاني. ذهبت الشرطة إلى المكان فلان الفلاني الذي غير معلوم لديه. وقاموا بالضبط على أشخاص آخرين. وحكت أنهم يقومون بإتيان أعمال منافية للأداء. وعندما سألوا عن الشخص المحكوم بالضبط عليه لم يتبين له صلة بالأعصاب ولا معرفة بالأشخاص الذين زوج وضمهم في هذا الإتيان. ده السؤال الاولاني. لا مع واحده واحده ده 70 سنه ما اقدرش اركز في اثنين مره واحده. زميلكم بيقول ايه؟ ان مامور الضبط القضائي اخد اذن عشان يفتش عن مخدرات في مسكن اكس من الناس في مسكن زي ما لقاهوش. فلقى ناس تانيين بيقولوا انهم بيشتغلوا في الدعاره. قبض عليهم. فين الحاله من الحالات الخمسه اللي انا قلتها؟ اللي بتوع الدعارة جماعة الدعارة دول مش موجودين في الإذن. جماعة الدعارة دول بمتكبوش الدعارة قدامي في الحارة ولا في الشارع. لا فيه إذن ولا فيه تلبس ولا فيه رضا ولا فيه حكم واجب النفاذ ولا فيه أمر بضبط والإحضار. فارغ. دي بديهيات حضرتك يعني أبجديات. المحكمة أصدرت حكم بثلاث سنوات بالرغم من الأخذ بهذا الدفع قدامه من فعل التلبس غير وجود المقصود وعدم صدق الموضوع. كان المفروض حضرتك لو حطيت عينك على الفقرة الثانية من المادة 35 والمادة 49 إجراءات كنت أنقصت الناس دول بكل قوة. لكن هي النصوص دي المحكمة النقض لما بتمتنع عن تطبيقها بتظل موجودة. فهي موجودة قدام القاضي. فعشان كده قال التوافر دلائل كافية يخش جوه. لكن لو أنت تمسكت وبقول لكم دايما اكتبوا الحتة دي الفقرة الثانية من 35 و 49 إجراءات جنائية خدها بالمعنى الواسع كده قضي بعدم دستوريتها. بعدم دستوريتها في مفهوم الامتناع عن التطبيع عشان ما تاخدوش عليها الحتة. طيب الجزء الثاني السؤال الثاني مع الرئيس. السؤال الاولاني السؤال الثاني مع الرئيس. دلوقتي لو في حكم في اصابه في حكم ايه؟ حكم في جرح اتصال خطا صدر ضد مالك السياره. حكم ايه؟ اصابه خطا معلش. اصابه خطا. اصابه خطا. اصابه خطا صدر ضد مالك السياره. مالك السياره اصلا الزوجه بتاعت الزوج. صدر حكم بالحبس الجيابي لمدة شهر بفعل 200 جنيه. بعد كده عملت معاملة الزوجة وجه جوزها قدام محكمة وشهد ان هو من يقود السيارة وانه لم يقضي اي من سبب. المحكمة ادتها براءة واعادت قضية النيابة العامة مرة تانية لتقديم المتابعة فيه. النيابة راح تقيم الزوج كمتهم يعاقب بنفس العقوبة ولا ياخد عقوبة اشد مع الرئيس. أنا فهمت كده. ست اتهمت بالإصابة خطأ وتبين إن زوج جت قدام المحكمة أثبتت إن العربية دي بتاع جوزها وبيحاول يتزوجها مش هي. فالمحكمة قضت ببرائتها وإعادة الملف للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها ضد الفاعل الأصلي. هذا صحيح. ما تقدرش تدفع بعدم المحكمة عدم جواز نظر الدعوة لسابقة الفصل فيها لأن الخصم هنا كان الست وهنا الزوج. ماشي معايا كده؟ المحكمة بقى هتقول سنة هتاخدها زي الست ولا لأ؟ المركز القانوني مختلف. الدليل في بالنسبة لمتهم معين في ذات القضية لا يلزم المحكمة به مع متهم آخر في نفس القضية. المحكمة بتوزن الدليل، قالت أنت إدانة ونفس الدليل اللي هي التحريات قالت الثاني براءة. هذا حق للمحكمة. لأن الدليل إقناعي. يعني مع الرئيس نفس الفعل اللي أنا أديت عليه شهر حبس حتى على نفس الفعل بعد ثلاث سنين نفس. لا بعد ثلاث سنين لا بعد ثلاث سنين يبقى في انقضاء. قبل ثلاث سنين ما يطلق قبل الانقضاء ما يطلق. صح كده. هدي نفس العقوبة على قضية ست شهور بدل من شهر أخليها ست شهور. بدل من شهر خليها ست شهور وهو براحته. هو براحته. إيه السند القانوني اللي أنت هتقول له خليك في السنة اللي أنت قلت عليها للست؟ مفيش ثابت فاصل. بس خلاص ده الزوج خد حكم غيابي شهر لما عارض خلاها سنه لما عرضت الزوجه بره الزوجه وادى الزوج ست شهور
لا في حكم غياب صدر ضد الزوجه ولا ما صدرش؟ صدر ضد الزوجه الاول. لا لا بشرط الزوجه ماليش دخل بقى. بس الزوج بقى مش ملزم. يدي سنه واثنين وثلاثه. مظبوط مش ملزم. مش ملزم. يدي سنه واثنين وثلاثه 238 يديله كام؟ بس في الحته دي عاوز اقول لكم حاجه. حاجه وصلت لها بعد البحث والتدقيق ان حاله التلبس تتحقق ولو كانت الجريمه غير عمديه. تقوم حاله التلبس ولو كانت الجريمه غير عمديه. يعني وانت ماشي في الشارع طصيت شخص كسرت له دراعه اصابه خطا معاقب عليها بالحبس اكتر من 3 اشهر قبض وتفتيش. اكتبوا معلش عشان خاطر الحته دي لان انا بحس فيها كتير جدا. هل الكلام في التلبس يبقى في الجرائم العمديه بس؟ لا، والجرائم غير العمديه وده حكم ماشي. عايز اتكلم على التلبس. حضرتك لا علي صوتك عشان اسمع. فيما يتعلق بتزوير المحررات. فيما يتعلق بتزوير المحررات. وقع تزوير محرر زوجة تكرم عليها وكل اقتراح نحش المحامين. عمل لها شهادة تغيير ملة. عمل ايه؟ شهادة تغيير ملة. شهادة تغيير طيب. تغيير ايه؟ طيب. طيب. وسبب بعد كده ان هي مزورة. لما جات النيابة العامة قاضي الملف لكن الشهادة دي سطرة من الكنيسة ولا من سطرة منها؟ دي جايبها من بره مصر. هنا النيابة العامة خدت الصورة المقدمة من الزوج واعتبرت هي دي اللي عملت عليها القرار أنا فاهم. القرار المقصود مش موجود في الملف. والصورة اللي موجودة في الملف غير مكتومة لخدمة وزارة الخارجية. هل النهاردة هذا الإجراء يجوز ليه ولا لا؟ واحدة واحدة. زميلكم بيقول ان في واحده يبدو انها من الاخوه المسيحيين بتطلب التطليق لان الحكم يصدر من القاضي مش من الزوج، فجابت شهاده تفيد تغيير المله من ارثوذكس بروتستانت الى اخره، فترتب عليها ان خدت حكم بالتطليق. تبين ان الورق اللي جت دي ما عليهاش خدمه. دي صوره الورق للمحكمه. مبدأ إقناعية الدليل للمحكمة أن تأخذ بالشهادة بالصورة الضوئية متى اطمأنت إليها. والأحكام متواترة في الشيك بدون رصيد. هذا الصوت بس بعد يعني زميلكم بيقول هل يجوز مش هي المحكمه اللي ضاعت؟ لا، النيابه اللي عملت المضاهاه بعتتها الادله الجنائيه. بعتتها الادله الجنائيه. الادله الجنائيه مش لازم. يعني انت لما تكتب بخط ايدك تاثير الخط بتبقى له درجه ضغطيه معينه في الورق اذا كان المسرب اصلي. لكن اذا كان صوره بيقدر يجري المضاهاه على جرات الخطوط. لا طبعا كان المفروض الوكيل في الحاله دي يبعت له بعض بصمات من الختم الاساسي بتاع وزاره الخارجيه عشان يضيعها على الصح. لا لكن المحكمه ان تعود عليها. لا يعني هو المحكمه طالما قالت انها فضت الحرز وعرضته على المتهم ودفاعه هذا يكفي. ما كلفش النيابه بقى في ظل الزحمه دي كلها انها لازم تقول لي مضمون هذا المستند كمان ايه. لا، لما المحكمه بتقول اقوال شاهد بتسرد مضمونها. تقرير معمل كيماوي وطب شرعي تسرد مضمونه ودلالته. لكن في المحرر المزور مش هتقول ان المحرر عباره عن كذا وكذا، انما بتقول انه شيك بدون رصيد وعرضته بس كده. اتفضل.
احنا هنكتفي بالاسئله بس اللي مع سياده العميد عشان هي كتير. ولد وبنت زملاء في الجامعه على علاقه جنسيه زملاء بيجيبوا بص عبر مكالمات الفيديو كول، واثناء الفيديو قام بالتقاط صور لها، هل هذه جريمه معقب عليها؟ اذا انت صورت واحده من خلال اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي، استدركت البنت دي، استدركت الرجل ده وخليته يخلع ملابسه وصورته في وضع خاص، هذه جريمه 309 مكرره من القضاه قولا واحدا، ما فيش كلام ده. وبعدين حكيت ولد وبنت زملاء بالجامعه على علاقه غير عبر الفيديو كول، هذا صحيح، لكن هنا ما نقولش علاقه جنسيه، لان انت عندك الزنا وعندك الاغتصاب وعندك هتك العرض وعندك التعرض وعندك فاتح وعندك مخالف ب 500 وصف. يبقى المفروض ان انت تقول لي ايه هي السلوكيات اللي حصلت بالفعل، لكن الاول بقى بالشكل ده بقول انها جريمه اعتداء على حرمه الحياه الخاصه. طيب في قضايا الاتجار بالعمله، هل يشترط ان يصدر امر بالقبض والتفتيش بناء على امر من محافظ البنك المركزي؟ واذا لم يصدر بناء على اذن محافظ البنك المركزي يكون القبض والتفتيش باطلا؟ محافظ البنك المركزي فرد عادي موظف عام لا يملك القبض ولا يملك التفتيش، انما له ان يقدم طلب يسمح بتحريك الدعوى الجنائيه. المرحلة السابقة على تقديم الطلب لا يمكن اتخاذ أي إجراء، ولو اتخذنا أي إجراء باطل بطلان مطلق. الشك، الطلب، الإذن، ثلاث قيود على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوة الجنائية. إذا لم تقدم الشكوى، إذا لم يقدم الإذن من الجهة المعنية، إذا لم يقدم الطلب من الجهة المعنية عليها، والطلب والإذن لابد أن يكونوا مكتوبا، تغل يد النيابة العامة، لا تستطيع اتخاذ أي إجراء. يبقى محافظ البنك المركزي لا يقبض ولا يفتش، لكن يصرح أو لا يصرح بتحريك الدعوى الجنائية. ودي كمحامي لازم تحط عينك عليها، لازم تشوف الطلب ده. أنتوا عارفين الشركة شائعة دخان ولها شركة تانية في طنطا في الغربية، كان عندهم قضية سنة 2002 فاكر أو 2003، يعني دخلوا أطنان من البتاع اللي بيعملوا السجائر اللي هو الطنباك ده، لكن الكرتونه كانت بتخش على انها 50 كيلو وهي 100، يبقى الفرق بين الاثنين اللي هو الرسوم. يبقى هنا يتعين على نائب وزير الماليه للضرائب والرسوم انه يتقدم بطلب. انا لما جبت القضيه وقريتها لقيت الطلب مشار اليه في الصفحه 365، 365، يبقى كل اللي سابق على 365 بدون طلب كله باطل ملوش قيمة. يبقى إذا في شكوى في طلب في إذن تغلل اليد إلى أن تقدم الشكوى أو الطلب أو الإذن. هل مدة انقضاء الحكم في الجنايات والجنح تسري على قانون الطفل أم يوجد استثناء؟ كل القواعد الواردة في قانون العقوبات العام قواعد عامة تسري على كل التشريعات الجنائية الخاصة بما فيها قانون الطفل ما لم يرد نص خاص. الجنحة تتقادم بثلاث سنين، لكن في جنحة الزنا والجرائم المعلقة على شكوى ومنها قائمة المنقولات الزوجية ثلاث شهور من تاريخ العلم بأمرين، بالجريمة واللي ارتكبها، يعلم ان زوجته زنت واللي زنى فيها عمرو، بدءا من معلمته علمه بالاثنين دول مع بعض. نبدا نعد كم شهر عندي؟ ما قلتش 90 يوم، 3 شهور، يعني من يوم 8 مثلا. فقانون الطفل لم يرد به احكام خاصه بالتقادم، فبرجع للشريعه العامه اللي هي قانون العقوبات العام. كل قواعد المساهمة الجنائية والاشتراك والتقادم اللي في القسم العام تسري على كافة التشريعات الجنائية الخاصة منها قانون الطفل ما لم يرد بشأنه نص خاص. طيب عصر تعاطي ايه؟ لماذا تعاطي الخمور في الشارع يعتبر جريمة؟ لماذا تعاطي الخمور في الشارع يعتبر جريمة يعاقب عليها؟
ولكن بيع الخمور في محل مرخص له بالبيع ليس جريمة. القانون بيقول كده، لما تاخد الخمر في ايدك وانا تحت العمارة بتاعتي ولد خمورجي، لما بتروح تشتري منه بيحطها لك في كيس اسود عشان اللي بره ما يشوفهاش، وحتى لو ما حطهاش في كيس لا غضاضة، لكن لما تشرب الخمرة في الشارع هتترنح شمال ويمين وهتعمل لنا مصايب. عشان كده لما تشرب تعاقب، لكن انك تحمل لا. وحتى لو انت شربت في كوباية من المعدن، يعني ما تقولش اللي فيها ايه، مش زجاج ولا حاجة، يبقى مفيش حالة تلبس في الحالة بتاعتي. واضح؟ هل يحق الوكيل النائب العام ان يفتح هاتف المتهم ويفتش فيه ويثبت ما بداخله من صور او محادثات؟ نعم 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 200 نعم. خلاص، والمادة 11 من 175 ل 2018 قالت بالدليل الالكتروني قيمة وحجية الدليل المادي. يقدر يقبض ويفتش. لكن إلى وقت قريب كنا بنقول كده. المادة 52 إجراءات جنائية بتقول لما مأمور الضبط القضائي يضبط مستند بالشكل ده متطبق كده ما يفتحوش. ياخده زي ما هو كده ويوديه لوكيل النيابة. البعض بيستند لهذا النص عشان يقول ما تقدرش تخش على الموبايل ولا تخش على اللابتوب. لكن دلوقتي هذا التفتيش جائز وصحيح. مأمور الضبط القضائي. مأمور الضبط القضائي طبعا من سلطته. طيب، قام شخص بإنشاء مشروع بغرض الكسب والتجارة داخل منطقة سكنية، وهذا المشروع ينبعث منه روائح كريهة جدا بشكل نفر ولا مش عارف ايه، وقمنا بعمل شكوى في وزارة الصحة والبيئة في ضد هذا المشروع وصاحبه، ولم يتخذ اي اجراء ضده. ما هي الطريقة القانونية اللازمة التي يجب على عليك كمحامي اتباعها؟ ما تروح تحرر محضر في الاسم، ما تعمل محضر في الاسم. انت ايه اللي خليك تبعت شكوى لوزارة الصحة ووزارة البيئة والكلام ده كله؟ طب مأمور الضبط القضائي مش هو قلت لكم يختص بكافة الجرائم في دائرة اختصاصه المكان؟ اعمل محضر. وفي الحتة دي بقول للزملاء الافاضل ما تعملوش جنحة مباشرة، اعملوا دايما جنحة نيابة. يعني لما تعمل محضر في الاسم والاسم يوديه للنيابة والنيابة توديه للمحكمة، اعمل كده. لكن الجنحة المباشرة طبعا بتخلي ولد عندك يكتب صحيفة الجنحة المباشرة وانت تعمل عليها فرمة كده مش مخروقة وروح بقى المحكمة خلاص. لما تعمل جنحة مباشرة المتهم ما يحضرش ابدا ولا يسأل في فكرك، يصدر حكم اول درجة بالحبس مش جاي، بالاستئناف في الحبس مش جاي. لكن لو عملت الجنحة دي جنحة نيابة وفي حبس من اول درجة في الاستئناف هيبقى في كلام. وجالي واحد في مرة بشيك ب15 مليون جنيه وقال لي أرجوك يا دكتور أنا عاوز في خلال شهر الموضوع ده يخلص. قلت له أنا مش شغال عندك، أنا مش مخلصاتي، أنت تدفع لي أتعابي إنما أرسم خطة الدفاع دي شغلي أنا. فما عملتش جرح مباشر عشان اللي قلته ده، فعملت المحضر في الاسم، تعبت شوية ماشي، يروح النيابة، رحت مرة واثنين وثلاثة ماشي، أول درجة أدى 3 سنين ماشي، في الاستئناف ودي الطمة الكبرى بعد 10 أيام ما مروا 10 في 20 5-6 أشهر ما جاش المتهم. طبعا انتوا عارفين دليل العذر، هذه الورطة اللي هي بتتم على مرأة ومسمع من كله، ان واحد ماسك شنطة سمسونايت ولابس بدلة بكرافات ومعاه 50-60 دفتر روشتات. بعيد عنكم اللي عنده صداع واللي عنده البطن واللي عنده القلب واللي عنده مش عارف ايه، وانت عاوز تعمل شهادة للمتهم بتاعك تديله 20 معرفش التسعيرة بتاعتها دلوقتي كام، ويكتب كده ان موكله المتهم فلان مريض بقاله 8 أشهر ما خرجش منه، القاضي ياخدها كده ويقول له اتفضل. المصيبة ما عليك المحامي بيكتبها بخط ايده النهارده. طبعا ما ده كارثة. ولما تحصل مشكلة مع هذا تزوير، ولما تقدمه للقاضي هذا استعمال. عشان كده لو انت معاك اكتر من محامي بيشتغل معاك مع النفس المتهم
وجاب دليل عذر انصحك اوعى تقدمه بنفسك. وفي احدى المرات الوقت ما يتسعش ان اسردها اللي الموجود معايا عن المتهم عن المجنى علينا كان ادعى انه مع المتهم وبيقدم كده رحت ماسكه بايده كده. القاضي استغرب السكرتير استغرب تاني ماسكه كده. السكرتير في ايه يا فندم؟ قلت له طلع كارنيه وقول هو مين عشان تاخد منه الشهاده دي. مين هو ده؟ عاوز يقدم الشهاده دي على انها مقدمه من المتهم رغم ان المتهم اتقبض عليه في تركيا وعشان بعد كده يقول لك ده زور. ازاي بقاله 6 اشهر مريض وهو كان في تركيا واتقبض عليه هناك؟ اصحى جدا للحته دي. ولما يجي لك حد في المكتب يديك شهاده بالتخارص يديك توكيل تصوره وتقول له اكتب لي هنا كده انك سلمت لي التوكيل رقم كده 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 كم هو ثابت طيه. جه واحد بتفزلك ويقول لي لا ده انت حضرتك انت هتسمع كلامه ولا لا؟ اكتب اللي بقول لك عليه. لان ده ممكن يكون جيب لي توكيل خاص واروح اخلص البتاع يقول لك هو خد مني 1,000,000 جنيه وراح اتصرف في طريقته. اوعى تقبل اي حد. وانا اتعلمت منكم ان الموكل هو عدوك الاول. لا تامن له ابدا. عشان كده خليك شريف معاه. لما اديك ورقه قول له امضي عليها. فجه المتهم بتاعنا بقى في الاستئناف بعد 6-7 اشهر وبيقدم دليل عذر. بعد ما قدمه والقاضي مسكه كده قلت له يا فندم انا عاوز اشوف البطاقه بتاعته. قال البطاقه معانا اهي. قلت له معلوماتي من موكلي ان ده وكيل وزاره. عاوز يجيب لي من شغله انه بقاله 7 اشهر ما راحش هناك. انما ده ورق مزور مضروب. انا مش هطعم بالتزوير اللي ما يهمنيش كده. بس ده جيب لي دليل. وقع سقط في ايدي. ادوني شهر اسدد، ماشي خد شهرين. لو كان جنحه مباشره ولا كان سال في فكرنا. ولا اعمل دايما جنحه النيابه. هتجيلك تحريات هتسندك. الجنحه المباشره مش صح. إذا شهد مأمور الضبط رجل وقد وضع نفسه في محل الريبة والشك فقام باستيقافه وبسؤاله هل يحمل البطاقة التحية الشخصية أم لا؟ أجاب بأنه لا يحمل البطاقة. فقام مأمور الضبط القضائي باقتياده إلى قسم الشرطة وطلب إذن من النيابة العامة بالتفتيش فأذن له من النيابة فقام بتفتيش المشتبه فيه فوجد معه مخدر. هل هذا التفتيش صحيح؟ إذا تمت الرواية باللي أنت بتقوله صحيح. لأن التحريات كمان خاصة التحريات ما مش عاوزة دقيقة ولا دقيقتين ولا نص ساعة ولا أسبوع. يعني ما تقدرش تقول ده المأمور الضبط القضائي عمل التحريات وهو في القسم 3 دقايق. لكن في الحتة دي خلي بالكم عدم استخراج البطاقة جنحة فيها حبس أكثر من 3 أشهر. لكن عدم حمل البطاقة مش معاقب عليها بالغرامة. الأولى قبض وتفتيش التلبس، الثانية لا. لما يقول له ما استخرجتهاش يبقى على طول 3 أشهر تقبض وتفتش. استخرجها ولا يحملها؟ لا. لأن مش معاقب في الفرد الثاني ده بالقبض مش معاقب عليها بالحبس مدة أكثر من 3 أشهر. لكن يعني حضرتك اللي أنت بتقوله ده يعني أنا مش مستوعبه قوي. هو معهوش بطاقة، طبعًا لازم ياخدوا الاسم، بس يعني واقعيًا يعني ما أعتقدش إن هيحصل قوي كده. هياخده من ايده ويروح هناك الاسم ويقول له مش عارف ايه؟ لا. يعني فرض بعيد، لكن لو حصل الاذن ده صح والقبض والتفتيش صح. في حاله القبض على انثى في الشارع امام العامه وتفتيشها، ما احنا قلنا قبل كده. خلاص ده معليك درجه يعني ده خلاص كده. طيب انا سعدت جدا 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 ان كنت بتحضر. احنا بنشكر سياده العميد. نشكر سياده العميد على تشريفه لينا النهارده وانا باسم السيد النقيب العام الاستاذ عبد الحليم علام بتوجه لمعاليه الشكر الجزيل لان انا عارف وقت معاليه ضيق قد ايه وهو شرفنا النهارده ومش هيدخل على نقابه المحامين انا واثق في المرات العديده القادمه وشرفنا بالجلوس بجانبه على الرغم ان احنا تلامذته الصغار.